السلام عليكم، مساكم ابو خير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان. بس قبل القصه، مرات يطلع لي في اقتراحات اليوتيوب مقاطع اسمها تجميع قصص نايف حمدان هاشتاج نوم كذا، عمر الله يعني 5 ساعات 6 ساعات، بعضهم يحط الشاشه سوداء عشان ما تشوف وجهي حتى، يعني تدخل تلقى مقطع مشاهداته واجد ومدور ردود الناس رقود يعني قرار انك تنام على صوتي هو قرار حزين يعني، بس انا ما ندري شو الظروف اللي صارت لك العاطفيه اللي وصلتك للمرحله دي. بس وانا اتمشى في المقاطع لقيت المقطع ده، يعني نايف حمدان ما صوته مكيف للنوم، حاط لك يعني هو مهيئ لك الجو العام، هو يبيك ده 3 ساعات كات للنوم، يعني هو يا نسون حاطني يعني هنا انك تنام. يعني احس انك انا هلا اني سكت على اللي قاعد تصير في البدايه، فوصلنا التصعيد ذا تحتاجون اضافات عشان تنام. يعني ما ادري اخوان مسايب والله، انا ابو عيال عيب تسوي. في يوم من الايام قرر علي الزيبق اسطوره مصر انه يسافر لبغداد. علي الزيبق يوم كان في مصر كان سالفه عظيمه جدا. الرجل ذا سره مو في شجاعته بس، الرجل ذا لقبه الزيبق لان ما حد يقدر يمسكه، ما حد يقدر يكشفه، لا شرطه يمسكونه ولا عصابات ولا حونشيه ولا قتله، يقتل اللي يبيه وينهب اللي يبيه ويسرق اللي يبيه ويختفي. هم لقبوه الزيبق لانه يتنكر، يعرف يترك، يروحون يطردوني بيمسكوني يلقون بين حلاقين يحلق لابس لبس حلاق والدنيا، يدورونه ما يلقونه، يدخلون حمام عمومي يلقونه يفرك ناس يغسلهم، يدخلون يدورونه في سوق يلقونه الطبيب يكشف على ظهر واحد يقول كح كح، ما يمسكونه، ما يدرون وينه، يختفي يتنكر يطلع في كل مكان، لدرجة انهم استسلمون ووظفوه في الشرطة في مصر. فقرر يوم من اليوم انه يترك مصر ويروح لبغداد. وصل علي الزيبق بغداد، علي الزيبق المحتال الشاطر العيار اللي ما يمشي عليه شيء في الدنيا دي، راح وطق الباب على قاعة احمد دنف. احمد دنف واحد من اكبر العيارين والشطار في بغداد كلها، ما يسرق الرجال بالغلط مرتين ويعتذر منه، يقول ما عليه عشان ما دريت اني هو اللي نفس سرقتك امس. معه 40 من اخوياه كلهم حرمية وكلهم ما حد يقدرهم في بغداد. فطق الباب علي الزيبق ففتح لأحمد دنف، قال علي، قال والله، كل يوم مرحبا ويسلم عليه كيف الحال وشلون اقلط، قال والله ما جيت الا بقلط صراحة، توني جاي ولا اعرف والله، اعرف والله الا انت انا موجود، قال يا مرحبا والله انا ما غير قاعتك. ويجلس علي الزيبق ويجي شلة أحمد دنف كلهم يجلسون عند علي الزيبق يسلمون عليه كيف الحال نسمع بك والله وبرك الساعات اللي شفناك. فجلس علي الزيبق بينهم وبدأ أحمد الدنف يعلمه أسماء الشباب الموجودين، فقال هذا حسن شومان، قال هذا مرحبا وسلم عليه، قال هذا أحمد اللقيط، قال يا مرحبا، وكلهم خبرة في المجال إلا 16 سنة 17 21 يعني في الحنشلة كلهم. فسألهم علي الزيبق قال كيف السوق في بغداد؟ ها عسى الأمور طيبة. قال له أحمد أنت جاي من مصر وتحسب إن بغداد مثل مصر؟ العيارين والشطار والحوانشية في بغداد ينبتون مثل ما ينبت الشعير في الأرض، ترى الدنيا هنا أعلى من مستوى مصر بمراحل، فانتبه انتبه، منطعتني خليك 3 أيام هنا نشرح لك ونعلمك الأمور بعدين نطلع. قال والله أبا اللي تشوفونه اللي تشوفونه، قالوا أنا خبريك جاي ترزق الله، قال لي والله والله ترى ولا أحب أعبث، ترى حيلة حيلتين سرقة سرقتين خلص أنا، قالوا أبد خليك أنت عندنا الأيام دي والأمر طيب إن شاء الله. فنام عندهم علي الزيبق ذيك الليلة، ويوم جاء الفجر قوموا بعض، يلا يا رجال يلا 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 يا تبغى خلنا نترزق الله، ويقومون واحد كم فاترة قاعد الضحى من غنيمة، يقوموا بعض اللي يبي يسرق واللي عنده ابتزاز واللي في واحد بيقتل يشوفون، يقومون يشوفون أشغالهم. فجلس علي الزيبق لحاله تلفت ما عنده شيء، فقرر أن يطلع يتفرج في بغداد، شوف هو ما 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 مكانها زين ما شافها زين، بيتفرج في أسواقها ودنياها. فطلع علي الزيبق للسوق للناس وبيع وشري، وسوق بغداد مدهر مركز تجارة كبير، ما رجل داخ ما يدري من وين يبدأ يسرق من وين، وللدنيا والأمور. هو يلتفت للعجوز اللي بين غلمانها الطالع فيه من بعيد، تلفت اللي هي مركزة هي طالع فيه هو يعني. فأشرت الغلمانها ومشوا معها راحوا.
يوم طلعت العجوز من السوق نادت واحد من غلمانها، قالت الرجال اللي شفناه جديد هو هنا، ها؟ قال هذا جبنا خبره اول ما دخل بغداد. قالت من؟ قال هذا علي الزيبك. قلت اوه علي الزيبك اللي نقوله بهالناس نسمع به. وقال لي هو. قالت والله هني يطيب خاطري من الاحتيال والحنشة الامير سبحان الله اللي نزل الجداول علينا الرهيبه دي. قال اجل نويته؟ قالت نويته والله ما جنب هالعجوز دي، هذه اسمها دليله، هذه عرابة الحيلة في العراق، محتالة من أكبر شيء في العراق عظيم. فراحت دليلة هالبنتها زينب، زينب بنتها من جمالها تسرق الناس، هم يدرونها محتالة تسرقهم وتجيهم من بكرة ومن زينها يقولون خلنا نعطيها فرصة ثانية، يمكنها تابت تسرقهم ويجي من وتسرقهم من قوة جمالها. أرسلت دليلة بنتها زينب تخلص موضوع علي الزيبك. قالت له امه تسعني انا ما ادري ايش بتسوين، ولكن ابي اهينه مثل ما انت اخوياه قبله اللي احمد دنف وحسن شومان وش اللي ذيك، يعني اول موضوع الباقي عندك. قالت زينب طيب بقوم البس واضبط، عارف جو اهل مصر، عارف وش يغريهم، بس ما خليني كتبت الله يوفق دعواتي والله لك. فراحت زينب ولبست اللي تناقش ذا واصوات لها خرفشه، تضبطت دقت لثامها ونزلت لسوق بغداد. فمشت زينب في السوق يوم تضرب الارض بخل خالها، يسمعون الدنيا والناس تجار يطلعون في الزين ذا، قالوا زينب ماش سرقها اليوم شيء ورايحه. لين وصلت عند علي زينب، شاف علي شيء احلى من الحنشله والسرقه والدنيا. قالت لونك الحنطي ذا جميل. قال لي عندي الوان غير يعني. من انتي؟ قلت انا زينب. وانت والله ما عرفتك جديد انت. قال لي علي اسمي جاي جديد. قال علي متزوجه انتي؟ قالت هي. قال لا والله. قالت هي بس زوجي مسافر. قال حلو. قالت فاهمين باخواني الحين؟ قال لا. قالت هم في الشام حاليا. قال حلو حلو يعني تريد تقربين مع اصحابي رايحين ولو وين بنوصل في المحادثه دي؟ قلت حظي يفك هنا. قال لا ولا اعرف احد ولا اعرف انا عابر سبيل انا منقطع. فقالت لا عيب لا عيب واعذرهم والله ما اعرفوك والله ما ادري انك جدي خاوني لبيتي والله ما في حل لنا يعني عشان نقوم بواجب الضيافه يعني ونكرمك ولا عندك مشكله؟ قال عندي مشكله الله ياخذني ما رحت شو اللي عندي تفضلي بعدك. فمشوا وهم رايحين لبيتها. صح صح علي قال ولد سلامات توك جاي بغداد لا تعرفها وتروح معها لبيتها وش الهجة دي ولا. قال بنت الأجواد. قالت لبيه. قال أنا أعتذر والله أني يعني موعدنا أخوياي. قالت أنا طالبتك. قال والله أنا طالبت سبحان والله العظيم بس والله أني وموعدنا العيال وبرجع. قالت والله يمين حرام أنك ما تروح. قال والله دام تعرضتيها لليمان والله ما عدنا به انت صامله. قالت والله تخاوين يا البيت شفنا بيتي هذا والله وصلنا. قال بعد استفضلي. مشى معها لين وصلوا عند بيت. يوم وصلت عند الباب تفتش معها قالت يو ضيعت مفتاحي. قال ما الحمد لله والله انا هذه ترى من لا اعلمها اجل من تلاقى في غيرها. قالت اكسر الباب. قال اكسر باب انت شفت. قالت حسان تكسر الباب والله لو اني ماني بمراهني لك سر باب. قالت دعوة مو بعند هذا اكسر باب بس ايش دراني بيتك. قالت ها علي بيننا دي قبل شو بينت عرفت لي نص ساعه اي ما اعرف وش اللي بيننا. قلت اذا كسرته وما شفت الوصف اللي انا اقول لك ما تدخل ترى قدامه بير وفي جلسه يسار وفي غرفتين يمين يتوصف. قال طيب اصبري هو يدق الباب بمعنى طالع له والله هذا الوصف بير وجلسة وغرفتين. قال شفت ايش فيك انت يا اخو بغيت تخرب علينا سمرتنا. قال اعوذ بالله من كبليس تفضل يدخل. فدخل علي الزيبق البيت وجلس وهو حريص والله يتلفت. فقي قامت توطي من طرحها وفكت شعرها شتتها عن البيت وشتتها عن ارضه وشتت. فطلعت تضحك قالت اصب لك. قال هذا حرام. قالت ايه. قال صبي حرام هاتي. اخذ شرب هو طالع
فيها وي راحت سوالفهم بدت تثقل تخثر شوية فيها ضحك واجد وراحت للبير تبى تسوي شيء قالت لا حول قالوا شوفي قالت خاتمي طاح في البير قال أنا خاتم سير أميرة وش أنا قلت والله أنا خاتمي ذا عزيز علي والله ولكن تدري لا وراك أنا بوطي شيء من الملابس وبنزل قال أخلع لا والله أنت اللي رحي بس لقى أنت كيف وصفه قالت يعني كم في خاتم واحد وجبه قال أبدا مع أنها والله أنا بتفكفكني المادة توها زانت الجلسة قالت معنا أعوضك قال طيب يلا فوطى علي الزيبق ملابسه يوم جاء عند البير ويطالع على قرشه قصير ما ينزله الحبل فطالعت فيه قالت ممكن اطب فلمة عشاني قال اطب فلمة انا ممكن اطب في القسطنطينية عشان طب على الدنيا ذيك هو حذف عمره قام حذف عمره ويغوص وينه قالت يمين تحت ويطلع هي تجمع ملابسه تجمع اموره هي تفتح الباب وهو تطلع قال انا الحين لو نزلت تحت الا ما شح قال الما صح صاحبي صح صاحبي المات أنا دريت كل شيء كان واضح لي جلس علي زيبق في البير وراحت زين أخذت ملابس الدنيا وروحت مع الباب طلعت يوم أخذ له شوي إلى راع البيت الأصلي هو غلمانه دخله البيت مهم بيت زينب ولا هم يطالعون في البير زيبق طالع في الرجيل يطالعون فيه قال علي يعني يوم اني تحت مر ما مضايع لكم شيء ولا اجيبه معي وانا طالع قرب يطلعوا يسحبونها الغلمان يطلعونها على طرف البير قرب يت وش دي دخلت بيتي وكسرت ولا سرقت شيء يعني كبير يعني بسناوي وش فيك انت من وش تبي انت قال انت ما يا اخي ايش سالفه غريبه انا كنت اسبح في دجله فالنهر فما غصت مع التيارات ودنيا واخذني الا انا عن في بيرك فقلت والله ماني بطالع وراعي البيت ما قال اطلع برا اطلع برا لانك ما سرقت شيء انت يا اخي انقلع يسحبون علي الزيبق يدفونه برا ويسكون الباب الا علي الزيبق بس النار فطلع علي الزيبق سناويه ينقط ما يمشي الناس يطالعون فيه ورايح هو يطق الباب على احمد الدنف يفتح احمد طالع علي الزيبق قال لا حول ولا قوه أنا ما علمتك عن بغداد ما قلت لك يا علي قال علي شوف إن هذا وقت مناسب تناقشني بشكل كذا برا خلنا أدخل الحين قال أدخل يدخل يتجمعون عليه قالوا من قال زينب قالوا أحد خاتمها لي في البير قال أنتم بعد قالوا كلنا أخذنا نهر دجلة للبير دخل قال إيه قال علي والله ما تروح بها من لا تقضى حي يقمح اليمات عطوني ملابس قالوا تكفى بتنزلها عند البير علمنا لان ملابس يلا نلقاها قال عطوني والله اني لا تكفى فبدا يخلط بنجه علي الزيبق ضبط البنج ويضبط اموره ودنياه مدرسة كحول هو يعني فضبطه هو يطلع هو يراقب بيت دليله يراقب لين طلع طباخه يروح الطباخ يبي يشتري خضروات من السوق ودنيا عشان العشاء الليل قال علي الزيبق يمشي جنبه يا ولد انت كيف الخضره واضح انك انت فاهمي قال لي والله انا احاول اخذها طازج في واحد يجيب قال والله وينه يمشي بعلي الزيبق لين اخذها على جنب قال علي لين ما في السلمتك في سكين وفي بنج السكين انت عارف والبنج انت عارف وش بتختار قال الطباخ كيف اتنفس في البنج اخذ قال مرتين ثلاثه نشقه يسدحه هو يفصخ ثويبه يفصخ اموره دنيا يترك على السناوي حق العشرين فبدأ علي الزيبق فنه لبس علي الزيبق لبس الطباخ صفط كمومه ورتب اموره وراح وخذ له خضره ولحم زي اللي هم العشر رجال ما يبي يظلم احد فراح ودخل بيت دليله وراح للمطبخ ما حد يشك فيه ولا حد لابس ومصاد عنهم وركب العشاء ويتلفت وكل شوي داخل واحد من الغمام متى خلص اصبر شوي ويصدون عنه ما حد انتبه له تمكن لين شاف زينب داخل غرفتها هو يدفع الباب هو يروح وراها ويدخل يوم استوعبت زينب اليوم صك الباب كان فيه سكين وفيه بنج
السكين انت عارف ايش تسوي، والبنج عارف ايش تسوي، وانت ايش رايت ترى عارف اي صرخه معناتك اخترتي السكين. قالت انت ما فهمتني، انا ببرر. قال لا مو بهذا، مو بوقت تبرير، في سكين وفي بنج. قالت يا علي تكفى، يا علي والله ما عاد اقرب الحيله ولا عاد اقرب العالم ذا. قال سكين ولا بنج، اخلصي. قالت يا علي، يا علي انت ما تفهم، انت رجال وفي غرفتي يعني، ولو بتسوي بي مثل اللي انا سويت بك وش بيقولون فيني الناس؟ يا علي قال سكين ولا بنج. قالت طيب طلعني في الشارع وقتلني في الشارع، قتلني في الشارع بس لا تسوي بي كذا في غرفتي، والله ما عاد اقدر اعيش بالشيء ذا. قال سكين ولا بنج، لغة ما فيها طب. قالت تراني في وجهك، تراني في امسكها ويبنجها. هو ياخذ ملابسه اللي سرقتها، جاوب يسوي بها نفس الشيء علشان يهينهم ويهن، لكن الحقت حسايف، ما هو بهذاك الرجال اللي سويت تصرف ذا. وضرب الباب وراح وخلاه. راح على الزيبق ودخل على احمد وحسن شومان والشله حقينا في القاعه لابس ملابسه. قالوا انت عمنا. قال يا الربع انا فيني مشكله. قال وش فيك؟ هم مفروض ان هذه ليله فرح، انت اسطوره. قال ميت ما هو في شيء هنا يا ولد، تدري وش هو؟ والله يكفينا الشر. قال حسن لا. قال علي لا. قال تكفى يا علي تكفى. قال أبي أتزوجها. قالوا يا علي يا علي تكفى، العراق فيها مليون جميلة، زينب زينب يا علي. قال ما عاد أنا ما بلهي، أنا بتزوج زينب هنا، وقعت هنا، أنا ما عاد خلص. تروحون معين خطب؟ قالوا بالخطب من دليلة يا ودن صاحي. فدخل الطباخ اللي كان مبنج بس ناوي على بيت دليلة، هم يطالعون فيه. قال تعشيتوا؟ قالوا حسبك الله. ويقومون يتعادون يفتحون باب الغرفة على زينب، اللي زينب طايحة، هم يصحونها ويصفقون وجهها وتقوم. هو يطالع لا ملابسها عليها وامورها طيبة. قالت نعم ابو رجال. قال الدليل هل المش؟ قالت علي زيبك، علي زيبك رجال، رجال يمه طحطوح، هو يتعلمها السقرة. والغلمان يطالعون. قالت زينب شفت الرياجيل يوم من بعض كم يكسر عنها، والطباخ بسناوية يسمع يدري انها ما عاد امرها ان هو يقصده. قالت دليلها يجي له يوم انتقاضه. قالت يمه ما عاد بيتقاضه منه. انا قالت انت وش؟ قالت مين اللي جاي في خاطري إن مناسب يعني. قالت دليلة مناسب ليش؟ قالت زينب يعني مناسب انه يكون زوج يعني، هو لانه رجال، بس عموما اللي انا سويته فيه ما يخلي مو بمزب. يلا خلينا ننام. قالت دليلة نامي. يوم اصبح من بكره هلا حسن شوماني طق الباب، هو احمد دنف وعلي الزيبق وكلهم. تفتح دليل هالباب اللي الحوانيش ذولي كلهم واقفين. قالوا سلام. قالت دليل ليه سلام؟ ليه؟ ايش تبون؟ قال والله جاي نطلب القرب. ولدنا علي الزيبق مستحي، عينه مش مشقع منه وفمه فيه دم. تقربون من؟ قالوا يعني بنقعد نسولف عند الباب، خلينا ندخل داخل، واذا ما خليت ترانا نقدر نطمر جدار، فخلينا ندخل مع بعض. قالت ادخل. تقلط الحوانش يتلفتون بيسرقون شيء، فجلسوا كلهم مع بعض. قال حسن شومان في البداية يعني احنا جايين هنا نكمل نص دين ولدنا علي الزيبق، وعلي مستحي اللي ما عنده اساسا النص الاول حق الدين، فهو اذا تزوج صار نص يعني. وبعد اللي تطلبونه ان شاء الله يعني بيقدر بيوفقنا ونسرقه، فانتم اللي تبونه يعني. فقال الدليل يعني لخبطه. قال الدليل بالعكس ابرك الساعات، وهو معروف علي معروف. قال معروف بايش؟ قالت معروف علي ونعم الله، وحنا ما عندنا مشكله بس يعني لازم ناخذ موافقه ولي امرها. وزينب طالب قالوا بس ما خابرين مالها والي يعني. قالوا ها بدينا. قالوا لو بس يعني من ولي
منين طلع الكلام ذا؟ قال الدليل حدو، انا ما طلبت شيء، انا بيكم تخطبونها من ولي امرها. قالوا من ولي امرها؟ قالت خالها زريق السماك. يوم قالت وحسن شماني يضرب على ارض بيده، واحمد الدنف قال والله العظيم انها خطه منت عشان تقتلينه، وزينب طالع فمها كتم. انت صادقه تبيني اروح لزريق السماك؟ والغلمان يصيحون والدنيا. قال علي دقيقة عيال نخطبها من زرق السماك، وش المشكلة؟ قالوا انت سكت اكفى، انت عارف زرق السماك؟ قال لا والله منه. قالوا هذا واحد من اعظم حوينش العراق كلها. انت زرق السماك عشان معلق كيس ذهب على بطكانه يقول تراه ملك لأي انسان على وجه الارض يقدر يسرقه من قوم ما هو داهية وحوانشي ولا يبلع أحد. قال علي زي بقرب أذكر الله، أنا علشان خالها يدري أني طحطوح راسي براسه، خبرين كيس الذهب اللي عنده أسرقه، واليوم أني حطيته في يدي قلت ها وش قال الله في زينب بنت أخيك؟ قالوا أنت مشينا ربي حسن شو معي أطلع. قالوا اقسم بالله أنك ما تلقى لي يمشي في جنازتك، والله هم يروحون. ويطالع علي الزيبق في زينب قال مسألة وقت وجايت. فطلع علي الزيبق من البيت وزينب دموعها تتبيه، ولكن امها جلست له. فراح وطالع في دكان زرق السماك، والرجال الجبر يده من بغداد للبصرة معلقين الكيس حق الذهب ويطبخ كتاب تاب عن الحنش ايش بيترزق الله. يطبخ اسمك والناس يجون يشترون. فبدأ يرسم الموضوع الحين كيف بسرك. فبدأ علي الزيبق فنه، راح لبس العباية وشدها على الخصر وشد القوام ودق اللثمة والدنيا اللي من فاتنات بغداد. فتنكر على النبت ومشى السوق يقدم رجل ويدوب يمشي، والشبال يضحكون ويتغنج على ما يعرف جوهم، هو يغازلون هالشبال لين وصل عندك زريق. وزريق يصدي يستحي، قالت مساء الخير، يقول علي زيبك. قال زريق هلا أختي كيف أقدر أخدمك؟ قالت الله يسلمك أنا عندي فخار، وأنا دايم معروفة أنا ما تعرفني. قال ما أعرف. قال بتعرفني، أنا أكل السمك في فخار حار، فحط الفخار خليه يحتر على النار وبعدين جبه نحط السمك. قال بس النار ورا بعيد. وأنا قالت لا يا بالله يعني بس يروح تسخنها، أنا ما أكل إلا كذا والله. قال زريق سمي كاتي واجمع السمك فيه زين، وعسى الله يجمعنا في بيت واحد. فيوم دخل زريق وعلي زيبق يلتفت على الكيس وهو يمسكه، قال الكيس يوم قامت مصاقيله ودنياه واصدافه وحديده يخرفش اثر رابطها زريق. رفع راسه علي زيبق، قال زريق واقف عنده ومع الصفيحة من الرصاص. هو يعبطه بالصفيحة على وجهه، العبايته يوم حاصت ويطيح. قال الناس تمد يدك على مره، انت ايش فيك انت؟ قال على الزيبق يلف عبايته ينحاش بعبايته. قالوا ايش فيك؟ ايش فيك يا زريق؟ قال ما مره، هذا رجال كان بيسرقني انا داري. وقالوا لا مره يا اخي، نزل كيسك ذا، نزل كيسك اللي جره مشاكل عليه. قال زريق معليش الربع والله، بس انه هي اللي مدت يدها على الكيس. قالوا ليه؟ لانك انت تحط الكيس يا اخوي، ايش شغلتنا؟ قال زريق معليش انا اسف، وهذاك بعبايه نحاش علي الزيبق نحاش. فجاء علي الزيبق من بكره وتنكر بلبس واحد من التجار، ويوم مر الدكان جاه من وراء وطف النار حقت السمك. فجاء عند الباب ومعه صره الدرام علي الزيبق، فطلع الصره عشان يشوفها زريق. قال صباحك الله خير. قال يا مرحبا وسهلا. قال يقولون عندك ألف سمك موجود في بغداد كلها. قال الناس طيبين والله. قال له تعطيني بس على ذوقك. ويتفت زريق على النار طافية. قال ابا اروح اشب النار بس وزينها واجيب حطب. قال له تبي مضلوعي؟ تطلع لك مضلوعي تشبها. قال لا الله يرحيك. فدخل زريق بشب النار، فمد علي زيبق يده على الكيس. يوم مسك الكيس قال زريق عنده واقف، قال قبل الله اضربك بصفيحة الرصاص دي على وجهك، تراني داري من يوم مقبط وطفيت النار، وقلت أبي يشوف كيف بتجي الحين. هو يعبطه بالصفيح على وجهه،
وعلى الزئبق يطيح عمته ويجون الناس يقومونه وطلعن في سريق. قالوا تضرب التاجر المحترم النظيف. قال يا الزئبق لا تقول ولا شيء. قال زريق هذا كان بيسرق. قالوا النظيف ذا يسرق. قال علي الزئبق قرب خلاص الله يسامحك الله يسامحك، كان ودي يذوق من ألب السمك موجود في بغداد بس قالوا بالله قلط عندنا قلط عندنا. قال الله ومشى. الناس يطالعون في زريق السمك. قالوا نزل كيس نزلك فكنا منك اطلع من سوقنا اطلع من سوقنا. اليوم ضارب لك مرة واليوم ضارب رجال محترم وتاجر يا اخي اتق الله. قال زريق والله اني مظلوم والله العظيم انه ما اديني يد على الكيس بيسك. قالوا اطلع برا السوق زريق ما عاد نبيك، الكيس دا موجود احنا ما عاد نبيك. قال طيب بشيلك. فاخذ الكيس وصك باب دكانه راح زريق لبيته. فراح زريق ضايق يمشي هوجس لبيته ويطق الباب وتفتح له زوجته ام عبد الله لابستن عبايتها. فدخل ام عبد الله مسك الكيس ذا وحطه على فراشي وزيني الناكل الناكله. قال الطيب. فجلس زريق يهوجس هوجس بالمصيبه ذا اللي جاها البلوى وبط الاكل. فقال ام عبد الله يا ام عبد الله العيشه. فاجت ام عبد الله قالت يا مر انت متى جيت؟ قال كيف انا متى جيت؟ هل مو بجاي اعطيك الكيس الحين؟ ايش فيك؟ قالت لي كيس. قال الليل يا عيال وش الورع ذا؟ وش الورع ذا اللي طحت فيه؟ هو يطلع على العباية فاخر الشارع تعدي تعدي العباية. قال الله يسلط عليك الله يسلط عليك. فراح زريق السماك للقاعة حقت أحمد الدنف حسن شومان وطق الباب. فتح له أحمد. قال هلا. قال نادى الورع أي داخل. قال أي. قال يا أحمد نادى نادى الورع اللي سرق الذهب. قالوا علي تعال. ويجي علي. قال هذا الذهب. قال بس عندي. قال هذا الذهب لا أعبطك ترى صفيحة الرصاص معي هذا الذهب. قال سلام يعطيه. قال ها وش تبي؟ قال أنا جاي أطلب القرب. قال قرب منك أنت كنت زوجتي أقرب من كذا أنت وش تبي؟ قال جاي أبي أتقدم لبنت أخيك زينب. قال خذها خذها الله ياخذك انت وياها سوا. رح خذها قل لهم اني انا ما فقت اذلف. صراحة علي الزيبق والحوانش اللي معه البيت دليله كاشقي مو ماكي اخوه هو نفس اللي بسلم ودخلوا وجلسوا. قالوا ها نقول مبروك دليله ماك نبى زينب الحين عاد. قالت هي بالعكس ابرك السعاد زينب مستحيه والزيبق مستحيه. قال الدليله بس المهر بس نرتبه. قال حمد هذه لعبتنا وش تبين بس؟ قالت نبي فستان قمر بنت عذراء اليهودي هذا اللي الفستان اللي نبيه لزينب. قال حسن شومان قال كلام ما يصح. قال انتي ما تستحين وقليلة ادب والشرها ما بعلس. قال علي الزيبق انتم مش فيكم وين ليه وين المشكلة ليه ما نسرقه؟ قالوا انت ما تعرف عذراء اليهودي. قال يا ليل انتم مش اللي كل انتم ما تعرفون احد بغداد شو السالفه انتم شو؟ قالوا عذر اليهودي خلنا نعلمك من عذر. قالوا انت ما تعرف عذر اليهودي. قال والله ما اعرف عذر اليهودي. قال عذر اليهودي اكبر ساحر وطى على الارض في العراق وفي الشام وفي بلاد خراسان وفي فارس الناس كلها تهرج بسحر عذر اليهودي. انت تدري وش انت تدري ان عذر اليهودي ما حد يدري وين قصره. انت تدري انه يسحر عيون الناس يقبر عيون الناس يخيل للناس شيء مو موجود بسبب سحر عذر اليهودي. انت تدري انت تعرف كم فيه واحد مات واحد انفقد واحد بسبب عذر اليهودي وانت جاي تسرق فستان بنت عذر اليهودي بنتها الوحيده قمر انت في عقلك؟ هو طالع لزينب يوم دمعت عيونها قال ايه مشيها مشيها مشيها. طلع علي الزيبق هو الحوانش. قال علي ارجع مصر خلاص. قال وين القى عذر اليهودي؟ قالوا في كل مكان عذر اليهودي ممكن هنا عذر اليهودي ما انت تدري هذا انت ما تعرف عذر. قال يا اخوي اعرف خلاص تعرفت عذر. قالوا له دكان هناك رح ممكن تلقاه في دكان مع حمار وانت بكرام حمار اسود تلقى هذا وصفه شوي بن بعصاه هذاك عذر اليهودي رح
راح على الزيبق وشاف عذرا اليهودي هو توه طالع من الديرة رايح للصحراء ماسك حمارها بحبل يمشي ويلحقه على الزيبق ويده على السكينة يلحقه من بعيد وعذرا اليهودي رايح مرة يرتفع ومرة يطمن ومرة يرتفع رايح فقرب على الزيبق قرب ووقف عذرا اليهودي ووقف الحمار ويجي على الزيبق بيمد رجله بيعود وراء الا مكانه وجلده يقشط لا عاد يقدر يتحرك ولا عاد ويجي على سكينه هو يلتفت عذرا اليهودي هو الحمار يلتفتون ويطالعون فيه وهم يجونه يمشون فرجع عذرا اليهودي هو حماره وقفوا قدام على الزيبق اللي ما يتحرك فيه ولا اصبع ولا شيء واقف وعاد راح ياخذ الرمل ويحذفه ويمسح قال نشوف من عندنا اليوم علي الزيبق وش يدور يا علي وش يدور يا ما يسوى الموضوع يا علي الله ما يسوى كان تعجيز منهم والله يا علي ما يبون يزوجونك وش فيك انا بفكك يا علي انت صغير ولا تعرف في بغداد شيء وتدوك جاي من مصر ابفكك وراح ترزق الله فستان بنتي جاي بدخل فستان بنتي انا ليه علي وانا يفرق لنا تعب ابفكك ورجع لبغداد فقدر يهرج علي حرك يدينه قال علي بتعطيني فستان بنتك ولا بقتلك قال ادريش قال تعطيني فستان بنتك ولا بقتلك عذرا يطالع في الحمار قال انت فهمت لاني كنت انا اعتقد انك كنت فهمت اكثر منه اشرح له لاني انا ما عاد اقدر اشرح له قال علي تعطيني فستان بنتك ولا قتلتك قال عذرا اليهودي بغير نحشمك بس انت ما تستحي تدري انا وش بسوي بك انا ما عاد بحماري انا بخليك انت الحمار وبركبك وبروح بكره للسوق على بغداد على ظهرك انت وهو يبرك علي الزيبق على الارض قال علي الزيبق يوم جت يدينه على الارض وركبته دم قال ايه ايه ولد اللي قاعد تسوي عيب يعني ولو بعرف ولو بسلم ولو ما يصلح والله ما يصلح اللي انت قال عذرا انت خل ريضن فيك انت لازم تصير حمار حمار انت عارف النعمه اللي انت كنت فيها قبل بس واضح ان ما راح يتغير عليك شيء لانك كنت بنفس العقليه خلك هنا قاعد زي بقول له رفسك خلك ابرك نيو بركبك بكره احنا رايحين دخل على الزيبك تلفت قال والله لا يقدر يتحرك على ركبته بيدينه قال والله المشكله فقام عذرا الفجر وجاء لعلي الزيبك في مكانه قال ها يا علي طاب خاطرك ولا امتطيك الحين قال علي والله لو اقوم والله لو اقدر اقوم اني ما اخلي فيك مغز ابره ما طعنته انا انت سوى بكذا قال عذرا عز الله ان الحمار كان قبل انها اطيب من عقليتك كان بيتوب ملتفت عذرا انه صريحين جايين قال عذرا دقيقه معلش من اللي يشوفني حمار قال شفت الرمل ذا اللي عندي الرمل اي واحد يطر الرمل يشوفك حمار قال علي هو لا يكون نفس شكل الحمار اللي كان معك قال اشي يعني شوي قال الصدق قعد قال عذرا يا علي عندي اشغال وعندي امور يا علي يدلف فستان بنتي يا علي ابى افكك يا علي انقلع راح يا اخي رجع لبغداد ففك عذرا اليهودي فقام علي الزيبوب ينفض ملابسه قال عذرا يلا روح يا علي قال علي تعطيني فستان بنتك ولا قتلتك قال عذرا انا لو اسلم افتك منك هذا بس يعني يقول الله يكفي المسلم من شرك كنا اي مسلم كيف استخدم معك على برض انت صاحي يا اخوي يدلف فستان بنتي انا قال تعطيني ولا قتلتك قال عذرا اليهودي ابرك ويبرك ذاك على يدينه قال عذرا وش ودك تكون حيوان الحين وش ودك الناس اللي يمرون ويعطون التراب ذا يشوفونك اي نوع من الحيوانات فجلس عذرا اليهودي هذا باركن بجنبه الا الرجال جاي من بعيد يمشي وجا وقف قال يا عذرا ساعدني بنتي مريضة يعني تعبانة
يقولون علاجها انها تاكل بطن سلب. فو انت وش رايك، هو صدق ولا لا؟ يعني انت تعرف يعني عراف ومت... قال ترى هلا هلا لا تدري ما رزقك الا الله. وش تشوف هنا؟ هو طالع الرجال فهذا قال اشوف كلب. قال حلو، رايك تاخذ الكلب ذا وتقصبه وتاخذ بطنه وتتوكله بنتك وحده بوحده ان شاء الله قدامها العافيه. قال رجال شكرا يا عذره، بيض الله وجهك، وانا ما ادري كيف رجعني لك. قال ابد ابد اخذ الكلب ذا معك الله يستر عليك. قال علي زي بقى عذره؟ لا عذره نعم. قال اي شيء غير الكلب بالله؟ اي لا ما ودي اموت كذا بدل اقدر اقرط فيها اسوي شيء ولا ما غير ياخذ قصباني ويدهم بطن بنته يعني مش الا قمر يوم طلعت. قالت ابوي لا يموت كذا، خلي ينقلع، خلي تسلب بعيد، خلي يذلف. قال عايز ابو نعم مره شوف الرزانه ترى حمل سلب سليب والله ما لا تسوى ذبحتي ولا ده العذرة. طيب يا الغالي قال ذاك جاي بسكينه. قال معلش سلبنا ذا والله نحتاجه يرعى وزين يعني يحرس البيت ولا يصلح البطن ما فيه غلاف شوف السلاب واجد. قال ابد الله ففك عذرة وقال امش يما الجهه ذيك لا تلتفت ولا ترجع ولا طالع فينا امش فين تفحم تطيح على وجهك تقلع من هنا. فهو مش ما يمشي غصب عنه، مشى علي الزيبق مشى مشى لين وصل عند باب تاجر ينقلها القسطي. ففتحت الباب تدقل عند الباب، فتحت الباب وحدة من جواري طالعت الا علي الزيبق الوسيم في ملعبها وجت بنت القسطي الا التنتين. قالوا مسحور من عذرة؟ قال اي والله مسحور من عذرة. قالوا فكك وتزوجنا؟ قالوا عم ايش الفلة ايش الخدمتين ذي سوا كلكم؟ قالوا ايه. قال والله تم فكوا. قالوا هاي زوجتك الاولى وهذه الثانيه. قال ما راح نختلف يعني بس لا عاد نزيد اكثر عشان انا ابي مساحه ابي مجال بس عشان جاء التاجر فصدي. قال علم وش؟ قال علم ما في الا سلامتك، انا تزوجت بنتك وهذه جاريه عند بنتك فاعتقتها بنتك فتزوجت الثنتين. اذا انت راضي والله وانا علي زيبك عندي سالفه اقول لك سالفتي الغريبه. قال ابد حياك الله بس سواجي بس انت ناقش موضوع. قال اجلس يا رجال وجلس ويسولفون يسولف هو التاجر وبنته ومستحيات الثنتين وهو يعني دعوه هبهبه الا الباب يطق. قال افتح الباب. قال شوف انت صح راعي محل مره بس مو اصبر. ففتح الفصدي الباب الا هذه قمر بنت عذرة. قالوا هلا يا قمر ايش تبين؟ أحداث حالية قد تبدو لك غريبة يعني إلا أنها كما وردت في الكتاب يعني عن سيرة علي الزيبق. ففتح الباب ولقوا قمر بنت عذرة. قالوا وش عندك يا قمر؟ قالت عندي حاجتين، الحاجة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، أنا أسلمت ولا عاد لي في السحر، والحاجة الثانية الراس هذا ويتحذف لهذا راس أبوها راس عذرة اليهودي. هذا الساحر الفاسق اللي عيا لا يتوب وأنا والله العظيم إني تبت. قالوا دقيقة وش اللخبطة ذي؟ علي الزيبق حكم دقيقة. قال علي الزيبق أنت قتلت يا بوتس؟ قالت إيه قتلته لأنه والله ما راح يخلينا ما راح يخلينا نعيش حياتنا. قال من حنا؟ من؟ قالت أنا وأنت. قال والله تزوجني تخليني كذا؟ قالوا جوي هاتريك تم ثلاثة في يوم تم. قلت وانت انت جايت بفستاني صح؟ قال لي يعني اذا ما فيها كلافة. قلت فستاني جاك تم. قال بيجي سوبر هاتريك حريقة الحين اتكلنا على الله. فراح علي الزيبق معه بنت الفسطي والجارية الحرة وقمر بنت عذرة والفستان ويطق الباب الأحمد دنف يفتح عن الدنف حسن شومان. قالوا وش؟ قال انتم اللي وش؟ انا احتاج احد يعلمني وش؟ جت يلا عاد خلوني لحالي. في لخبطة قاعدة تصير في بغداد ما مرت علي انا. قالوا لا نسألك عن البلد اللي فستان معك. قالوا فستان معي. قالوا انت تبي زينب للحين؟ قالوا الله يكبر الحمد لله كيف تكمل الحفلة دي؟ نبي زينب.
فراحوا كلهم بالبنات دليلة، راحوا البيتها يطقون الباب، فدخلوا على دليلة هي طالع يلام ليس اللخبطة ثلاث بنات والحوانش فستان. قلت وش؟ قالوا سلام. قلت ليه سلام؟ وش؟ قالوا هذا الفستان المهر. خلاص اتكلنا على الله. قلت انت دولي وش؟ قلت دولي زوجاتي. قلت انت مزوج ثلاث؟ قال قلت مزوج ثلاث وجايب تتوقع زينب بتوافق عليك؟ فيك شيء؟ فقال علي زيبك نسألها، يعني نسألها عن رايحة ونشوفها أمر الله. فجت زينب لقت علي الفستان معه ثلاث بنات متزوجهم الحوانيش كلهم في الحوش. قالت وش ذا علي؟ وش اللخبطة؟ فعلمها السالفة كلها يوم خلاص. قال ها وش رايت؟ قالت أنت مريض، مريض ومعتوه ومتخلف، وأنا تدري ايش أحد أكبر مشاكلي في الحياة؟ إني أحب المرضى والمعاتيه والمتخلفين. أنا أحبك، أنا موافقة، موافقة. أنت مختلف يا رجل، أنت تسوي حاجات غريبة، موافقة. أنت زوجي تم، وافقت أنا. قال أحمد أنا في احتفالات، يلا ذبايح، يصلحون الذبايح والناس تجمع والدنيا تجمع والأوادم عرس حفل، الرجل مبسوط والبنات الأربع مبسوطات كلهم. وانتهت قصة الأسطورة، أسطورة مصر علي الزيبك، أسطورة الروايات. يعني مصادر سوالفنا أخوان من كتاب، هذا ترى جزء من مغامراته، يعني مصادر سوالفنا من كتاب سيرة علي الزيبك، وبعد تلقونه في ألف ليرة وليلة تبع علي الزيبك. اعذرونا علي طالب، طبعا المفروض اني مقصر صوتي فخلصنا برا لان قد رقدوا في جزء كبير يرقدوا. اعذرونا علي طالب، اعذرونا على القصور، نشوفكم على خير في امان الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان، بس قبل القصه وجب التنويه، لان القصه انا قد قابلني رجال في اثراء وقال لي ان المفروض نايف كان معه ولده، يقول المفروض نايف قبل قصه مدينه النحاس، المدينه اللي بنوها الجن وسليمان والاحداث اللي صارت فيها، انك نوهت انها لا تناسب الصغار، لان انا ولدي تاثر وما ادري ايش، وطلعت في ولده لو نظيف كد شعره قدام من النوع اللي يتاثر يعني، وهو كان مرتب مشتغل عليه يعني مجهز الارامكو. فانا اعتذرت لانه وقال انتم عيالكم اذا رقدوا ما يتحلمون بالاشياء دي؟ قلت انا على خبري ان عيالنا ما يرقدون، بس وضع الجيل القادم ذا صار ارتب وانظف يعني القصه اللي اليوم ترى حفله، يعني جودر والجن والرصد ومن اشهر قصه الادب العربي. فانا ما ودي اخرب شغلك في ان ولدك يشوف، مع ان ولدك اذا ما رقد لها الحين يعني يا اني العب انا في نفسيته ولا يلعب بفلوسك في اسد في التيك توك الحين، بس رقده. في مصر في عام 898 ميلادي تقريبا جمع عمر القماش عيالها الثلاثه في السوق، وعمر كان تاجر ومعروف في السوق، فجمعهم وقال يا الربع اشهدوا اني انا بوزع ورثي على عيالي وانا حي، لاني حزه موتي قربت. فقالوا الحاضرين بعد عمر طويل انت ايش تبي بالسوالف دي؟ قال اصبروا يا الربع، عياله سالم وسليم وجودر. جودر هو الهلوب اللي دايم معه ودايم يشتغل معه وقلبه طيب ودايم مع ابوه، والثنين دول الله يصلح الحال فيهم رخامه وراعي مشاكل وراعي. قال انا مضمن انهم ياخذون حق ابوهم اليوم اني مت، فانا بقسم وانا حي، واليوم اني مت تراكم انتم الشهود على القسمه. قالوا الثنين الكبار ابدا اللي تشوفه يا ابوي، وجودر قلت يا ابوي انت ايش تبغى بالروج هذه يا ابوي؟ الفلوس ما تسوى شيء اليوم انك رحت انت. قال ابوك اسمع يا ابوك خلني بقسمها بس عشان ارتاح انا. فقسم عمر القماش وقال هذا لك يا سالم وهذا لك يا سليم وهذا لك يا جودر وهذا لامكم وهذا شيء ينطلعوه عني الفقراء مصر. قال سالم وفقراء مصر اخواننا يا ابوي يوم كنت عليهم انت والله يعني يدوب ان. قال جودر انا اللي بطلعها يا ابوي من قسميها يا ابوي، بس خلاص خلنا ننسى الموضوع. وسالم وسليم يقلبون فلوس يقلبون. قالوا طيب انت ابوي كيف صحتك؟ احس بكتمه الحين. قال ابى اموت. قالوا لا والله خذ وقتك، لا والله غير حنا نسال. ويعدونها سالم وسليم الدراهم امورهم، وجودر الدنيا ضايقت من كتم. قال لو اوصيكم بامكم يقول عمره قماش. قال سالم وسليم ما عليك امنا والله لو تبي وش يعطيها جودر ما يقصر ما لا ازهلها يا ابوي.
قال عمر والله اني ما ادري يا ولدي ايش بيصير لك انت، مير عسى الله يعينك يفرج لك من عنده. فبعد ايام بسيطه توفى عمر القماش، وعزوا فيها اهل الحي والتجار واهل السوق. فبعد ما انتهى العزاء راح جودر وجلس في محل ابوه هوجس. الاخوانه داخلين عليه، قالوا جودر عندنا كلام. قال سلموا، قالوا ابونا يحبك وحنا ندري انك يوم انك كنت تشتغل معك كنت اخذ لمخيبيك وحنا ما ندري. قال والله ما صار. قال اص ما هو بوقت حلفان، فالورث اللي جاك انت بتعطينا منها الحين. والله اشتكينا وكبرنا السوالف، وقال انتم تبون الناس يقولون بعد ما مات عمر بيوم تشاركوا عياله. قالوا اجل سكتنا يا اخ، بلعنا شيء يا اخ، احنا نسكت، احنا ما نبي المشاكل، احنا نبي الحق، احنا طلبه حق. قالوا ايش رضيكم؟ قالوا ناخذ حتى نقنع. قال اخذوا حتى تقنعوا، واخذوا اخذوا من قسمه، اخذوا ما بقوا له الحاجه اليسيره بسيطه. قالوا رضينا. قالوا عتق الله على شوفوا وجهكم. راح جودر الغريف تنله بجنب السوق وجلس فيها، قام يقضي ايامه فيها، ما يطلع ولا يروح ويجي. قال لامه تطق عليها الباب. بعد ايام هو يفتح الباب، قال لامه تبتسي. هو يدخلها، قال ام شفيت حسن ما شر. قالت يا جودر بعلمك، ولكن تراني في وجهك ان سويت شيء. قال وش يمه؟ قالت اخوانك جوني يبون من الورث، قلت هذا والله اني اكل من هنا ولاني بشتري منه، بغير والله اني بس عشان اكل لموت جوع، فاضربوني واخذوه. قال انت شو تقول؟ انت تقولين صدق؟ قالت تراني في وجهك يا جودر، تراني في وجهك ما تسوي ولا شيء. وانا يا امك اذا تبي تستضيفني عندك ولا تعطيني شيء من اللي عندك، يعني اما غير والله ما اضغط عليك. قال يا غبني غبناه، يا يمه تكفين اذبحهم وانا العوض. قالت والله ما تقول لهم شيء. فقال يا يمه ادخلي، يا يمه ادخلي وبيزينها الله. دخلت امه شافت الا الحاله كسيفه حتى هو. قلت له امك من وين بناكل من وين؟ قال انا عندي شبكه ذي تشوفينها، اطلع على البرك هذي حول وحل في الشبكه ذي وشوف وش تصيد. قالت وش تصيد؟ قال والله مرات سمك، مرات فنايل، مرات خشب طايح، مرات بالله من اللي يلقاها بيعه ما ترزق الله. قالت والله الله يزك من عنده. فصار يطلع بالشبكه ذي ويرميها، ان حصل سمكه سمكتين باعها بدراهم واشتراها خبز، لان اسمه ما يسد دوب ياكلونه ما يسوي شيء، بس الخبز شبع. فيروح يبيع بدرهم درهمين ويجيب خبز وياكل هو وامه وسوالف، ويلحقون عليه حار ومن حياتي مضبوطة لو صير غني، ولا بس إن شاء الله مو ميتين جوع، مستورة الحال مستور، ودام إن أمه عندها الدنيا طيبة والأمور طيبة وجالس. فاستمر جودر على حياتي، وروحي إلى اليوم وتعالي إلى اليوم، هو مغير يشتري خبز يجي يوكل أمه، ويجي يوم من اليوم مع الخبز ويحطه في البيت ويجي يطلع يخلص المشوار ويعود على الخبز ما فيه إلا قطعة واحدة. قال يمه الخبز ذا وين؟ قالت أكلته والله وأنا أمه. قال الله يجيب العافية ما شاء الله صح زين انت ما شاء الله دقيت الخبز. قالت هذا فيه سمسم واحب انا السمسم. قال ما شاء الله الله يجعل عافيه. ويروح من بكره ويصيد سمك ويبيعه ويشتري خبز ويعود ويحطه في البيت ويطلع يغدي ملابسه ويعود الخبز مو فيه. قال يمه ما شاء الله هذا النفس اكلتي؟ قالت اي والله اني اكلت. قال انت ابوي ما كان يوكلك قبل يمه ولا وش ما شاء الله وش؟ قلت والله الخبز زين يمسك البطن وانا امك زين. قال يمه كذا بنمسك الباب انا وانت، عندنا مصاريف يمه بنسوي يعني ما شاء الله، يا ريت نهدي خبز ها نهدي شوي عشان لانه انت غيرتي في البجت حقنا فجاه يعني. قالت لا ما زين ما ابشر. واستمرت الحاله ذي، كل ما اشترى خبز وحطه في البيت وطلع اكلت امه الخبز وعود. قال يمه انت تعاطي الخبز؟ قالت يا وليدي والله ما غير عشان فحط خبز يوم من الايام وسوى نفسه طلع من البيت وراقب وخذ شوي وعود وفتح الباب لا اخوانه سالم وسليم وهم جالسين وهو سليم قد حط الخبزه في فم وجودر يطالع فيهم. قال سليم تبا خبز بالسمسم زين حار بقينا لك يعني؟ وهي تقوم امهم قالت انا في وجهك، انا في وجهك يا جودر، ما تقول لهم شيء يا جودر، عيالي واخوانك وضعوف وذبحهم الفقر خلصت فلوسهم وخلص ما وين يموتون جوع وانا امك لا. قال انت نسيتي وش سوى؟ وقالت وانا امك تكفى تكفى وانا امك علشاني. قال تم
تم علشانك. قال سليم لو يزود السمسم شوي. فسكنهم جودر عنده، أمه وأخوانه الاثنين كبار أكبر منه، وصار هو اللي كل يوم يطلع غير مشبكة في البرك ويصيد سمك ويعود ويبيعه للناس، ما يسدهم ذولهم، فيشتري خبز بكمية جائز يعني زينة ويعود ويأكلون خبز ويرقدون، وكل يوم هو اللي كد وهم طايحين عند أمهم ما يتحركون من قمه. الله يكرم السامع. فهذه هلك هلك، بس إنه صابر عشان أمه. ويجي يوم من اليوم ويحذف الشبكة عند البركة ويجلس خذ شوي ويسحبها لما طلع شيء. هو يغير وروح البركة الثانية ويحذف لما طلع شيء، ما صاد شيء. هذه ما حسب حسابه، هذا خلل كبير في الميزانية الحين بيصير. فمر السوق ومر من عند الخباز، قال الخباز ما صاد شيء اليوم يا جودر. قال جودر والله اني ما صدت يا طويل العمر واني مستحم من. قال خذ خذ خبز اللي انت دايم تاخذه وبكره سددني. قال الله انه يبيض وجهك يتسكر. فاخذ خبز وراح للبيت. ويوم اصبح جودر هو يروح بشبكته للبركه اللي خبرها ويحذف يحذف ما يطلع شيء، ما يصيد شيء مره. ابو محمد هو يمر بركه ثانيه ويحذف ويبر الا العلوم ويش السمك، ما عاد يطلع سمك ولا عاد يصيد شيء ولا وادم ولا شيء ولا شيء ينصاد. فمر السوق قال هذا الخباز، قال برضه شكل ما في شيء اليوم يا جودر. قال والله اني ما ادري وانا اخوك هنا ما تصير غالبا. قال اخذ خبز، روح ياخذ خبز ويعطيها اهله. اجل يومين الحين، اليوم الثالث مثلها، اليوم الرابع مثلها. يا ولد ينشد الناس، ولد انتم تصيدون شيء؟ اي والله نصيد والحمد لله. قال انا ميرما. قال خش شبكتك مشقه. قال انا تفقد شبكتي انا كل يوم. هل السمك ما في سمك يا الرب عندهم ايش تقولون؟ احنا نصيد امورنا طيبه والحمد لله والسوق مليان. جودر ما يصيد شيء ولا شيء. ويجي عند واحد، وصل لليوم الثامن ما صاد شيء، والخباز من طيب قلبه لاني اعرف ان هذا الرجال يعطيه خبز. وجودر الهم عليه مثل طبيق ما يدري وش يسوي. فراح البركه اسمها بركه قارون، موجوده على الحين في مصر. فراح للبركه هذه ورمى شبكته وجلس. ما عندي الا كذا انا وش اسوي؟ الا راعي البغله اللي جاي من بعيد يمشي يسحب بغلته. يوم قرب للرجال لابس اللبس المغربي، ملابس هندامه انيق، ملابس انيقه، وبغلته يدوب تمشي من الدلع مرفه. فجاء المغربي اللي نوقف بغلته عند راس جودر. جودر يطالع فيه قسم هلا. قال المغربي مساك الله بالخير. قال هلا وسهلا سنور سم امرني، من انت وش تبي وش وراك؟ واخوي وخر نبي نترزق الله نبي نصيد. قال المغربية كيف حالك يا جودر؟ قال جودر الليل اهل. كيف عرفتني؟ كيف عرفت اسمي؟ اعرفك انا قبل. قال لا اول مرة تشوفني. بس شلونك يا جودر ابن عمر؟ شلون امك اخوانك طيبين؟ قال ارحب ولد، بلعيد الله منك، أنا مالي بناقص، أنا مالي بناقص، الحياة تقول بي تكفى. قال ما تدري يمكن اللي زينا الحياة يا جودر. قال شو عندك؟ قال معي حبل على ظهر البغلة، أبى أطلع الحبل بوجهك. فراح المغربي وجاب حبل من حرير وجاء عن جودر. قال اسحب شبكتك يا جودر، وشفت القارب الصغير ذا؟ قال جودر إيه. قال اركب معي. قال جودر ما أركب مع غربة. قال أركب يا جودر أركب أركب. قال وش تبي؟ قال بعلمك أركب. ركب معه جودر وشبكته معه في القارب ذا، وراحوا لين وصلوا نص البحيرة. قال يا جودر اربطني بحبل الحرير ذا ربط قوي ودفني في البحيرة. اليوم إني أشرت لك بيدي ارم علي شبكة وطلعني، واليوم إنك شفتني ارتفعت جثة واخذ بغلتي واللي عليها ورح للسوق تلقى يهودي اسمه شميعة. اليوم انك وصلت عند اليهودي عطها البغلة وبيعطيك 100 دينار ذهب. قال جودر حلو كلام حلو جميل، رجعني للشاطئ رجعني يا معتوه رجل. قال المغربي يا جودر انت وش خسران؟ قال وش خسران؟ انت بتليني في نفسك اذبحك مريض انت. ما نبي نبي يا اخي. قال جودر لا عندك ولا اخوانك رخوم وامك ذابح الفقر والجوع، مش خسران انت؟ بغلة فيها كل ما لذة وطاب وانعام،
ان بغيت تسرقها وان بغيت تعطيها ويعطيك 100 دينار. قال جودر طيب انت من؟ قالك مالك دخل تسألني انت من؟ اربطني يا اخي وانطلني في البحيرة. لا اله الا الله جودر في البحيرة ما في احد ولا يقدر يشهد احد. قال المغرب يخلص جودر خلص والله ما في وقت. قال جودر يلا عطني رجولك. قال المغربي لا اربط يديني ورجولي وانطني. قال الله يلعني انك مريض استغفر الله نعم المريض انت اربط يدينك كيف بتطلع. قال اربطني يا جودر ومالك دخل. هو يربط جودر يدينه ورجلينه ويدفه في البحيرة ويجلس ينتظر. يوم دفه جودر هو يصحصح كلهم كل ذبحت الرجال انا ربطت رجال ونطلته في البحيرة. هو يحتري يحتري يغطس راسه في المات عاين الما في احد العلم ويشي يا ولد ويصيح على جودر ماشي. يوم اخذ له شوي الا المغربي جثه يطفو كانها. قال جودر يحب ذبحت رجال ذبحت رجال وانا اللي حياتي كلها سيده عاقل انا ما ذبح السمك لين يصده انا اعطيهم السمك في مويته انا ذبحت رجال الحين. هو يتعوذ من الشيطان هو يدفع القارب يدفع يدفع هو يروح للشاطي انحاش وخليه ولا اخذ البغله ولا اسحبها الحين جثته انا وش اسوي به. فسوى جودر الوصاه بالضبط اخذ البغله وراح ودخل السوق وهو يتلفت عنده ان الناس كلها تطالع فيه وداريه. قال ولد في يهودي هنا اسمه شميعه له دكان. قال هذا هو انا. هو يروح قال شميعه في سالفه صارت لي. قال اص مات. قال جودر اي والله مات. قال ما ذبحها الا الطمع حط البغله هنا. وجودر يجيب البغله قال بس انه يقول قال لي داري يطلع اليهودي 100 دينار ذهب 100 ما يحلم بها جودر حياته. هو يحطها في يد جودر قال اسمع لا يدري عن السالفة ابن امه لا تعلم ابن امه باللي صار تفهم. قال والله مجنون انت اقسم تبنى ذبح البغلة. قال مي بمعلمها. قال والله ما يدري احد اجل. وجودر يمر السوق هو يروح للخباز ويسكب 5 دينار ذهب. قال خبز بكم 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 يا جودر تكفى هذا من وين؟ قال لا تنشد هذا بيض الله وجهك اخذ خبز اليوم. ومر واخذ لحم واخذ خضار واخذ خير. هو يفتح الباب على اخوانه اللي معه نعوم وخير. قال اخوانا صرنا اغنياء. قال صرنا يما كفين انا. قالت يا وليد هذا ايش؟ قال نزل لي الحين. هم ينزلون الاغراض في البيت. هو يجي عند امه ويعطيها الفلوس. قال استغفر الله والله ما حرام. قال الحين ما تاخذ انت كنت تسرقين خبز يعني انت كنت الحرام بخبز توكلين اخواني من وراي انا اخذ اذا والله انه حلال يما. قالت في ذمتك؟ قال والله ان شاء الله ما ادري انا سالفه غريبه ما اقدر اعلم بها بس والله اني ما سرقته. قلت يا وليدي الله يستر عليك والله اني ما ادري انت شو تسوي بس الله الله يكتب الخير. فقعد جودر ايام يهوجس في اللي صار في البيت ما يطلع يودش الحاجه الغريبه دي. اليهودي راح اخذ جثته ولا الجثه باقيه ولا العلم وش. فاخذ جودر شبكته وراح يعني اني اصيد في بركه قارون. فراح وجلس وحط الشبكه وتلفت الا الجثه ما عاد فيه والوضع هادي والامور طيبه. يوم اخذ له شويه للرجال اللي جاي يمشي على بغله وجودر يقوم يسحب شبكته ما يربطها يربطها الا وقف عنده الرجال اللي لابس مغربي على بغله. قال السلام عليكم. قال جودر من هو؟ قال وش لك؟ السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال انت جودر بن عمر؟ قال على حسب. من انت؟ من انت بقى؟ قال انت جودر بن عمر؟ قال ايه انا جودر بن عمر. قال اخوي وينه؟ قال الليل يا ليل يا ليل. قال جودر اسمعي ابن جواد انا بعلمك اللي صار بالضبط. قال المغربي انا اللي اعلمك اللي صار بالضبط. اخوي جاك وقال لك كذا وقال اربطني وقال يوم اني طلعت تسحبني واليوم اني متود بغلتي لليهود وبيعطيك 100. هذا الصد صار ولا ما صار؟ قال جودر الا والله الا والله انه صار. والمغربي ينزل من البغله هو يروح يفتح الخرج حق البغله. قال جودر اذكر الله اذكر الله ويطلع حبل. قال انت مش قصه امكم على انت ايش فيك
حب وش انت تبي الحين؟ قالت سوي بي مثل ما سويت باخوي. قال انت ايه؟ هي انت ملحوظ، اخوك مات لاني سويت بكذا. قالت اركب معه قارب الحين وتسوي بي اللي سويته فاخوي بالضبط، واليوم اني مت اخذ البغل هو ودها اليهودي يعطيك 100. قال دقيقة، انتم تنتحرون بس انكم ما لقيتوا الطريقة فابتليتوني يا اخوي، راح طب من فوق الجبل ولا انت تبيبي؟ قال اركب يا جودر اركب. فطلع معه جودر القارب، ويوم وصلوا نص بحيرة قارون قال مغربي يلا. قال يا اخوي رجلك يا معتو، رجلك اربط رجلك عشان اقدر اسحبك يا من صار شيء. قال اربط يديني واربط رجولي وحذفني حذف، لا تمسك ولا حبل ولا شيء، انا عشت ابشر لك، انا عشت اشرت لك، انا يلا خل هات يدك. هو يربطه جودر ويربطه ويدفه في البحيره ويجلس جودر عان الا الهدوء بحيرات. تهايب جودر لما طلع احد، عارف دي بالضبط مره، الا يوم ارتفع المغربي جثه قال اللي حلو 100 دينار. هو يجدف جودر يعود ياخذ البغله يدخل يود ايش معه؟ قال ايش معه؟ مات. قال لي انت ارسل لي زباين، كنت سالفتك انت. قال حط البغله تعال. اعطاه اليهودي 100 دينار وقال جودر لا تعلم. قال يا اخوي انت اللي لا تعلم، انا كل ما رحت هناك لقيت مغربي، ايش فيك انت؟ الناس يدرون اني هناك. قال رح يا جودر رح. فاخذ جودر 100 دينار وراح عند امه، اعطاها 100 وقال يمه اخواني لا يدرون عن الشيء ذا، بدينا ايش في حياتي كلها لا تعلم، ما حد يعلم احد، اخواني لا يدرون، والله لو دروا اخواني اني لا شفت في بحيره قارون تقولي لها على الموج. قالت وش بحيره؟ قال سالفه يمه. فراح وجلس جودر. يا ولد العلم وش اثنين ذولي وانا ذبحت اثنين ومعي 200 دينار ذهب الحين، يعني كل ما رحت البحيره بيصير شيء، ولا ما انا ما عاد اطلع ولا جلس. فمرت الايام وجودر ما يطلع، ما غير يهوجس يدن بمسك اليوم اللي طلعت بيجوني الناس العلم وش. فبعد فتره مر بحيره قارون، جاء فضول ومرات سد على السريع عاين الا رجال مغربي جالس على بغله، وجودر يصد يمشي بسرعه رايح راجع. قال مغربي جودر، انت جودر؟ يلحق المغربي يضرب بغلته وراه، يا وقف يا جودر. جودر يعدي والمغربي وراه، هو يوقف. قال نعم. قال انت جودر؟ قال من جودر؟ من انت واحد يمشي فين جودر؟ قال انت جودر عمر. قال لي جودر وش عندك؟ ها وش تبي تسوي؟ قال اخوي هد، ما عنك وعن الابل، والله ما عنك والله تربطني. قال جودر ربطني انا وارمني، لان انت انا ما عاد ارقد، انت وش تعال؟ قسما بالله لابلغ، والله العظيم نرجع للسوق ابلغ الحين. شيك قال ربطني يا جودر القارب بعلمك، اليوم انا ركبنا بعلمك. قال امشي. فيوم ركب جودر مع المغربي وجدفوا لين وصلوا نص البحيره، قال جودر ها ما تبي تتكلم، لان بعد نص ساعه ما عاد يتكلم ابد. قال يا جودر حنا كهنه. قال جودر حلو، انا ما ادري اقول نعم الحين. قال لا حنا كهنه، انا عبد الصمد، اخواني اللي قبلك عبد السلام وعبد الاحد، حنا عيال الكاهن اللي مخضع مردة الجن في المغرب كله، الكهينة الابطن. موضوعنا طويل جدا، ولكن اخواني كانوا ما يعرفون ايش يسوون. ابيك تربطني الحين. قال انت تبيني اربطك بعيدك؟ انت مثل اخوانك ما تعرفون ايش تسوون. قال ربطني يا جودر ودفني، ومثل اللي صار مع اخواني، بس انا بطلع لك يا جودر. قال جودر ولا عاد جايني بعدك احد. قال ولا عاد جايك احد. فاربطه جودر ودفه، مسك جودر قاربه عارف الوضع. يوم جاء جودر بيحرك ويطلع، انا المغربي يوم رفع يده وجودر يخمش بك ويحذفها بسرعه على المغربي، ويتجول المغربي وهو يسحبه لين طلعه على المغربي مع سمكتين حمر، ويعاين في جودر. قال في السوق يا متخلف، انت ويا نقدر نجيبها من السوق. قال المغربي رجعني يا جودر، رجعني بسرعه. هو يجدف لين جاء على الشاطي، والمغربي يحط السمكتين في الخرج اللي معه، هو يصكه وهو يضم جودر. قال يا جودر
تبي تزين الحياة، تبي تزين وتبي تختلف. لا لا قال جودر إن شاء الله بس خلاص أروح البيت. أنا قال جودر وين تروح البيت؟ جودر أنت بتخوينا مغرب. قال قال جودر أنت مريض وخلي أمي وإخواني بروح المغرب. أنت شفيك أنت يا ولد أنت شتبيبي؟ قال مغربي والله اللي تروح، والله اللي تروح. أمك وإخوانك يسدهم 1000 دينار ذهب الحين. قال 1000؟ قال 1000 تنطلها في حضر أمك 1000 على الحين وامشي مع المغرب. حنا تو بدأت حفلتنا الحين، تو بدأ الشيء اللي أنا أنتظره من سنين وإخواني ماتوا علشانه. قال سمك ثنتين. قال هذا سمك، هذا مو بسمك، الموضوع أكبر أكبر من عقلك. بشرح لك كل شيء في الطريق. مشينا الحين بس نحط الدراهم دي عند أمك، أنا مسك الخط. قال جودر يلا تم. فراح جودر عند أمه وطق الباب وفتحت أمه لجودر المغربي. قالت أمه اقلطوا تفضلوا، قال الضيف. قال لا خليه برا. المغربي طال قال قال هو يدخل يمسك أمه على جنب. قال يمه الصرة هذه فيها 1000 دينار. قلت استغفر الله حرام. قال يمه أنت شفيت؟ أنت شفيت؟ تمسكي إخواني لا يدرون عنها، تكفين يمه أنا بسافر المغرب. قالت وكذا تلخمني بالكلام ذا الكبير وانت بتسافر؟ قال يمه الحياة فيها شيء غريب، بس أنا بعدي معها. 1000 ديم تاكلي منها لين يطلع الخبز مع بطني. يا وليدي انا ما احب الخبز، انت لا تصدق. قال حط اخواني لا يدرون يما، تكفين عنها تكفين، وانا بروح المغرب وان شاء الله ان شاء الله اني بجيت حي ان شاء الله. قالت يما جيت يا وليدي. قالت دراهم تاكلي منها وانا ضامن ان شاء الله حياتي، اسحبي منها على شوي شوي ولا يدرون عنها الملايين صار له. لا يدرون. فطلعت امه معه عند الباب تودعه وسلمت على المغربي. قالت اقروا اذكاركم في الطريق. قال جودر ما هو اذا قرينا يروح، خلي ما نب ان شاء الله الحافظ الله. قلت الله يستر عليكم. ركب جودر مع الكاهن المغربي على بغله وروح روح طريق راح للمغرب. قال جودر احنا ما اخذنا معنا عيشه وما اخذنا معنا اكل. قال انت جوعان؟ قال اي والله. قال وش ودك؟ قال كيف وش ودك؟ قال وش ودك في الدنيا؟ وش ودك تاكل؟ قال ما شيء شيء في خبز. قال الحين اقول وش ودك تقول خبز؟ ايش فيك انت ضعيف كذا؟ ايش ودك؟ قال لحم. قال طيب بسيطه. هو يطلع خرج معه، خرج هو يسحب منه لحم، هو يسحب منه خبز، هو يسحب منه. قال ولد ايه اللي داخل من؟ قال قص يا جودر قص. يسحب منه. قال جودر يا انت وش الخرج ذا اللي طلع منها الاكل ما يخلص؟ قال المغربي يا جودر هذا مرصود، هذا رصد، هذا جني ترى يا جودر. قال وش جني؟ قال والبغله جني يا جودر، ترى ان نقدر نوصل المغرب اسرع من كذا بس انه مستحيل منكم، انا بنروعك فانا بنمشي عادي. قال جودر انت يا اخي تكفى ردني لامي انا طالبك. قال يا جودر انت مستغرب من الشيء اللي انا اقول؟ جودر قدامك حفله ما تخيلها، ما يتخيلها عقلك. انت تؤمن بوجود الجن ولا ما؟ تقول انا اؤمن بس انا اؤمن وانا في البيت، انا ما اروح ادورهم ما اسوي. قال حنا طبحنا فيها، انا ما حد يقدر اتراجع يا جودر، انا دخلت في العالم ذا، انا حياتي موقفه العالم ذا الحين، انا اعيش يا اموت. كل اللي قاعد يصير لنا ذا علشان نسوي شيء المفروض انه بنسويه بعد 8 ايام فتكفى. فكملوا طريقهم. يوم غابت الشمس قال المغربي جودر لا تعاين في البغلة مرة، يعني وانت راكب يعني اذا قدرت قد ما تقدر خليك مغمض. قال جودر طيب. بغير جودر تأدري من الحولة تغير، واليوم انه فتح عينه لغدرة ومنطقة غير اللي هو فيها. ثم قال المغربي يا جودر انت يعني تبي تشوف؟ قال لا. قال اذا تبي تشوف قل لي ولا اوريك، يعني لا تفاجئنا وتفتح كذا. قال والله. قال غمض عينك. فراحوا لين وصلوا عند وادي يمشي معه في طرف المغرب، فيه غلمان 2 باني لهم خيمة وجالسين ينتظرون. فوصل جودر والمغربي وجلسوا. قال جودر دولي جن؟ قال لا استغفر الله وش جن، لا تبعي دولي ايش فيك؟ قال جودر معليش انا مخطي. فقال المغربي جودر ركز معي في اللي بقولها الحين، شوف المدى اللي يمشي. قال لي
قال هذا الراقبة من سنوات طويلة أطول ما تعتقد، عشان اللحظة دي، عشان اللحظة اللي أنت بتدخل في الملعب. قال كيف أنا البدء؟ طب أنا ما انتظرت معكم، أنا مالي رغبة. قال يا جودر احفظ اللي بقولها الحين بالملي، لأن بدت مغامرتك أنت لحالك. أنا ما أقدر أساعدك فيها، بس أنا أقدر أضمن لك حياة ما راح تعيشها أبد بعد اللحظة دي إن عشت طبعا. قال المغربي يا جودر الوادي ذا وادي جن، وادي مرصود له الجن من آلاف السنين، وكل الكهنة وكل المرضى يحاولون عشان شيء في الوادي ذا يبونه. جودر اللي أخذته هنا من البحيرة، بحيرة قارون عندك، ذولي جن والله مو بسمك يا جودر، والله جن، علشان اللحظة دي عشان أعرف وين الغار اللي أنت بتدخله. قال يا أخوي ما قال لك بدخل، قال أنت بتدخله، حنا ضربنا الرمل، كل اللي في المغرب ضربوا الرمل، يقولون جودر الصياد بن عمر أنت اللي بتفك وأنت اللي بتدخل، ما وبدأ أخل إلا أنت، الرصد جاك أنت، فيك أنت، ما أدري كيف جاك، ما أدري وش شربت، ما أدري وش أكلت، ولكن صار أنت اللي لازم تدخل. قال يا أخوي أنا يا ولد أنا مسكين، أنا ضعيف أنا. قال مهم موضوعنا، موضوعنا الحين تشوف المكمرة هذه مع مبخرة جمرها فيها من عقيق، أنا إيش فيني دقيق شدت مرة فقال شفت هالمبخرة دي، أنا ببدأ أقرأ الحين ولازم وأن داخل الغار. قال دقيقة دقيقة، الغار أنت تشوف غار؟ أحد غار يا الربع؟ قال الغار تحت الماء يا جودر، الماء بيبدأ ينحسر الحين، هذا كله رصد يا جودر، حنا في وادي جن، هذا كله اللي أنت تشوفه لا تخيل أنه حقيقي يا جودر، حاجات ما تطري على عقلك بس لا تفكر فيها. كيف ما أفكر فيها؟ قال المغرب اسمع يا جودر، أبى أبدأ أقرأ أنا الحين وبيجف الماء، إذا جف الماء وانحسر فيه غار، ادخل الغار ذا يا جودر، بترقى لك باب، أضرب باب طق ثلاث، اليوم إنه قال لك من؟ قل جودر الصياد بن عمر، بيقول مد رقبتك لي عشان أقطعها، وسيفه في يده، مد رقبتك يا جودر. قال جودر أيوه، طيب متى البارت اللي أنت تدخل تحميني لا يقطع رقبتي؟ قال لا أنا ما أقدر أنزل، أنا لو أقدر ما جبتك، ما حد يقدر ينزل إلا. قال حلو، من بيحميني؟ قال ما حد بحاميني. قال بمد رقبتي له مع سيف. قال بيقطعها. قال تقريبا، إذا خفت بيقطعها، لا تخاف، تراه رصد تراه جدني، وأنا أقرأ، أنا برا أقرأ. قال أنت أقرأ قرآن؟ قال لا تحرجني يا جو، وش أقرأ؟ لا ما يقدم اللي أنا فيه، ما أقرأ، أنا أقرأ حاجات لا تسأل، ما راح يقول لك شيء. إذا مديت رقبتك قبل لا يضربها بيوقف. قال وين ما وقف؟ قال ما أدري عاد، والله أكلمك صادق ما أدري، ما قد صارت قبل، ما بس بيوقف، يعني اللي إحنا عارفين إنه بيوقف. قال ادخل يا جودر، اليوم إنك دخلت بتلقى رجال مع رمحه شي وجهه بغيض قدامك. قال جودر حلو، قال بيشتمك أنت وأبوك وأمك، بيقول لك كلام ما قد سمعت سوء مثله في الحياة. قال عادي، ما عادي، أنا موت في الشتيمة، أي شتيمة أنا أحبها، أهم شيء ما في ضرب. قالوا بيطعنك في صدرك. قال ها هنا أنا وقف. قال فك له نحرك يا جودر، مو هو بطعنك. قال وين طعني؟ قال ما أدري، والله ما أدري، كون صادق معك، بس إحنا اللي عارفين أنا مو بطعنك يا جودر، لا تخاف، فكنا حركنا قبل لا يطعنك بيوقف. رصد ذا جن، كلهم جن ذا يا جودر، اللي تشوفه داخل مو بحقيقي. قال حلو، ثم قال ادخل يا جودر، امشي، تبي تشوف لك حية تسعى تسعى قدامك، حط يدك في فمها يا جودر. قال حط يدي بي رايحة امشي. قال الحقها وحط يدك في فمها يا جودر. قال حلو، قال مهيب مقرط. قال وين؟ قال دك اخيرا قايل لك، يعني انا لو عرف. قال جودر يعني طب انا في احتمالية ان يموت اثناء اللي انت قاعد تقول. قال ايه وش يعني؟ ما كل شيء بيد الله. قال وش انت الحين اسلمت؟ طيب ليه انت قاعد تسوي كذا اساسا؟ قال ما ادري يا جودر، بتعيش حياة مختلفة. قال ما بي، انت ما تفهم، انا ما بي. قال جودر ما حد يقدر نتراجع، جودر بموت انا وياك، بنقتل، بيقتلون الجن والله، لازم نكمل. قال جودر طيب وش بعد؟ قال لي منك تعدي الدولي بتجيك امك، تطلع لك امك في هيئتها الجميله،
جودر ذي مهي بأمك ذي جنية يا جودر، جودر مهي بأمك ذي جنية، تكفى يا جودر، ترى ما عاد بعدها أحد، خلها تفسخ ملابسها. قال أبو محمد يعني حتى لو أنها جنية نستحي من الشيء ده. قال يا جودر هذا الرست يا جودر، كذا هي السحر يا جودر، هذا الجن، لازم تفسخ ملابسها وتدخل على الشمردل بعدها. الشمردل، قال إذا دخلت على الشمردل اللي هو المارد اللي كل نهابه ذا اللي احنا نهابه ما نقدر نسوي اللي انت بتسويها الحين، بتلقاه نايم. لا تصح يا الشمردل. قال كيف مات؟ يعني مش يمشي على رؤوس أصابعي لين أصل. قال لا تسرق شيء من المجوهرات والذهب ذي اللي عنده وهو نايم عليها، لا تسرق منها شيء، لا تغريك تقول باخذ بحدة. إذا وصلته تلقى عليه تاج دائرة الفلك ذي، خذ التاج وخذ خاتمه وخذ المكحلة بتلقاها معلقة هنا، وخذ السيف واطلع اجني وخلصنا. قال جودر وخلصنا يا رمليز التفاهة، وش ليه انت متسوي على انها موت ذي؟ موت، انا رايح موت، ما حد نقدر نرجع، انت تدبست وانا مدبس، انا ميت ميت اذا ما صار الشيء ذا. فبدأ يقرأ المغربي وانحصر الماء ونزل جودر فدخل الغار، شيء اللي ما حد قد يدخله قبله، وطق الباب ففتح له العلة اللي بسيفه طالع فيه. قال انت من؟ قال انا جودر الصياد. قال تمد رقبتك. قال لا غير الشيء ذا. قال مد رقبتك لي طرفها، وجودر يمد رقبته وينتظر جودر ويلتفت الا ما شعد ولا شباب ولا شيء. فدخل جودر ومشى وجاه الرجال اللي برمح اللي يشتمه، اشتمني زياده، انا احب اللي يشتمني ذا، اشتمه ويشتمه يشتم يشتم. قال افتحنا حرك. قال انت تدري ان العنف اللفظي اللي قد اشد اذى من الجسدي ما عاد احتاج ليه يكشف. قال اكشف نحرك. هو يكشف نحرك جودر، ما ضربه بالرمح. ومشى جودر في الغار يمر عليه نفس اللي قال الكاهن بالضبط. الاحداث كلها مرت له، ولفعه والدنيا والضحك والسوالف اللي يسمعها، وناس تطلع وناس تختفي وناس تحذف حصه وناس جن المكان كله، لين لقى العجوز المتجمعة. هو يقف عندها ويتلتفت اللي هي أمه، هو يفز قلبه، أمه اللي تركها ومنقطع عنها. قالت جودر، جودر أنا جابوني الجن، الجن شالوني في فجأة لنا عندك هنا يا جودر، تكفى رمش. قال أنت ما أنت بأمي. قال جودر أنت شو تقول؟ قال أنت ما أنت بأمي، وطي أنا ملابس العلق. جودر تقول لأمك كذا؟ جودر أنت شو فيك؟ جودر الله أنهم شايليني جايبيني هنا، أنا ما أدري شو السالفة مثلك. جودر إحنا وين؟ قال وطي ملابسك. وهي تبدأ تدمع، يا جودر أنت تقول صادق؟ وجودر يمسكها من شعرها، قال وطي ملابسك اللي عليك. قالت أنا ألقاها من كل من أخوانك، أنت كنت مزبني في الحياة، كنت مزبني من الناس كلها حتى من أخوانك، الحين يومني زبنتك وأنا لقيت إن خلاصي ونجاتي تقول لي كذا. وش دراك إن اللي قاله لك صح؟ وش دراك إني أنا ماني بحقيقة؟ ليه تقول لي الكلام ده؟ هو يبدأ يقلب هالأمه، أمه وش الليل؟ قالت يا جودر والله إن كان هب يرضيك والله إني لو أطيها، لكن ترضيك تسوي فمك كذا يا جودر؟ اذبحني اذبحني، طيب أخذ خنقني لين أموت يا جودر، بس لا تخليني أسويها. ففكها جودر، جلس على ركبته وطالع فيها، قال خلاص يمه، خلاص أنا أسف يمه، تكفي سامحيني، لا تسوين شيء مرة، أسف. وهي تجي وتقرب عند وجهه وهي تصيح عليه الصيحة، شعرها راح أبيض، رموشها بيضة، صاحت عليه الصيحة، صداها في الغار كله وصاحة، واللي في الغار كل شيء يصيح عنده. ما عاد تحمل المشهد اللي قدامه وطح على وجهه منصرع، ولا قال له في ماء وحصى مطلع الكاهن والغلمان اللي معه بين الحياة والموت، يضربونه بين الحياة والموت. فاسحبها الكاهن والغلمان اللي معه، طالع فيها الكاهن قال خذلتني يا جودر، جنية يا جودر تسوي فيك كذا.
شال سكت جودر، فاخذ هالكاهن معه وودها لبيته. قال موعدنا بعد سنة عشان ننتظر اللحظة دي، فتقعد عندي سنة. لا تعيد تصرف ذا يا جودر تكفى. فجلس جودر سنة عند المغربي في بيته يشرح له المغربي التفاصيل حقت الكهنة والرص والسحر، تفاصيل الحياة والعالم ذا كله. ورجعوا السنة الجاية في نفس الوقت وسوى جودر اللي سواه. دخل مع الباب الأول والثاني ووصل عنده، لين وصل عند أمه. فوقف عند أمه قالت أمك، أمك يا جودر. قال أمك أنتي، أمك أنتي، وطي ملابسك. قالت يرضيك؟ قال إيه، وطي ملابسك اخلص. ففك جودر رصدها كامل وشاف الشمردل، شاف الذهب، وشاف كل حاجات تخيل له، كل حاجات، كل جن. شاف الشمردل وكيف التاج على راس الشخص المهيب اللي في هيئة بشري جالس. فوصله جودر ما أخذ من الذهب والجواهر مثقال ذرة. فوصله وأخذ التاج، وأخذ السيف، وأخذ المكحلة، وأخذ الخاتم، وطلع مع نفس المكان اللي جا فيه. في كل خطوة يقطعها يصيحون الدنيا وراه. لا يلتفت وصات الكاهن، لا تلتفت لحد، لا تلتفت لأي أحد يصيح وراك. الناس تصيح وراه، والجن يصيح وراه، لين طلع من الوادي وعطاها الكاهن كله. قال احنا خلصنا، قال خلصنا وبتدى شيء جديد. فقال جودر ارجع، انت ما عاد تبي مني شيء. قال الله يستر عليك بستره، رح انت وابدا حياة جديدة. هذا الخرج كله ذهب ومجوهرات الك، والخرج الثاني هذا مرصود له جن، اخذ منها عيشتك قوتك انت وامك، وروح يا جودر. فركب البغلة وسحبه غلام ووده. يوم منه دخل مصر مشتاق لأمه، مشتاق لأخوانه وبيته، ويلقى عجوز شعرها انت طاير جالستن على الرصيف تطلب الناس صدقة. وقف عندها وطالع فيها لهي أمه، أمه يترك عندها 1000 دينار ذهب، 1000 دينار ما كانت عند أعظم تاجر. تسأل الناس أكل ولا شيء. فنزل جودر وقف وطالع فيها، يوم شافته وهي تبكي قال الصالة يا أمه، معطيت خرج فيها 1000 دينار ذهب وانت تطلبين الناس في الشارع؟ قالت أخوانك، أخوانك ضربوني واخذوه، والله ثم والله أني طالعة برا عشان ما يذبحني الجوع، ما في شيء يوكل في البيت، أخذوا كل شيء. فأخذها جودر وراح ودخلها البيت، حط لها أكل، زين أمورها، وقال يمه أستاذنك إني أخذ قضات. قالت إن كان لي قدر عندك لا تقول لهم حرف واحد، تكفى إن كانك تعزني ولا نطلني في الشارع، لا تقول لهم شيء. قال يمه، يمه أنت هذا يرضيك؟ هذا يرضي أحد؟ يمه أنا حياتي زينة الحين، ومع الذهب ومع ما خير، يمه ليه نرضى المدلة؟ ليه نرضى لهم؟ ليه نسكت لهم؟ قالت علشان خاطر أمك أنا تسكت، علشان خاطري أنا. قالت هم خليت عندي. فراح اليوم الثاني يدور له بيت مرتب واشتراه، واخذ أمه للبيت المرتب ذا، وبدوا الناس يعرفون إن جودر الصياد عنده خير، عنده فلوس ويبيع ويشتري. رحي الشهور، تعالي الشهور، فتح الباب لقى اخوانه جالسين عند رجول امه يتطلبونها السماح. قالت يا وليدي، يا وليدي تكفى تراهم في وجهي. قال يمه، قاعد يتكرر السيناريو يمه، انا ما ودي حلف على حلفتي وعلى وجود سنهم ما يدخلون البيت. قالت علشاني انا، ولا اطردني معهم، اطردني مع عيالي، كل انت اللي تعاملين اني انا المخطي يمه، ذول ينط ايش سووا بس؟ قالت لي عيالي، عيالي واخطب خلاص، لذلنا بفلوسك. قال انا لذلكم؟ انا. قام سليم وقال جودر، انا ادري ان اللي سويناه ما يغتفر، وانا احنا ما صلنا منا، فاليوم اللي انت خليتنا ورحت
ما عاد يدمحنا خطا يا جودر. اخطينا يا جودر والله ما عاد نكررها والله. خلاص طمعنا في الحياه وطمعنا ودرينا ان الدنيا فنا بدونك وبدون امي. تكفى يا جودر. والله ما عاد انتهى والله ما عاد نقرب السرقه ولا نقرب الطمع مره. قال جودر رضوت لامي وقبلها الله سبحانه انا مسامح. انت راضيه؟ ما قالت انا بيهم وراضيه. قال حياكم الله حياكم الله في البيت. فسكت عنهم جودر وخلاهم في البيت ما غير عند امه يبوسون رجول امه. قال جودر يلا امر الله. فصار جودر هو اللي يصرف على البيت وهو اللي يكد عليه والناس كلها تعرف جودر وتنصى جودر. وكانت علاقه جودر مع التجار اللي يرسلهم شمس الدوله البويهي حلوه ويعرفون وعلاقتهم يوصلون سلام البعض. فقال يوم من الايام للتجار ذولي اذا صار علي شيء انا علموا شمس الدوله هناك شمس ان اللي ذبحوه اخوانه انا ماني مرتاح. قالوا ان شاء الله ان عمرك طويل ان شاء الله. في يوم من الايام جلس سالم وسليم يسولفون من بعض يقولون شفت المذله اللي احنا فيها ما حد يعرفنا الدنيا كلها عند الورعداء والوادم يعرفون جودر يرضيك؟ قال الثاني لا والله ما يرضيني. قال امك ما غير ما تعرف الا هو تسولف عنه. قال خلها تلحقه. قال تلحقه. هم جالسين على العشاء يوم من الايام جودر واخوانه حط واحد من اخوانه الحم على جودر وقال هذه جعلها بالعافيه يقصها لي. فاكلها جودر. قام جودر وطلع من البيت وراح الواحد من اعوان شمس الدوله قال انا اكلت موتي انا اكلت لحم مسمومه امي تكفون والقضاء في اخواني. وطاح جودر ميت. اقتلوه اخوانه اللي وقف معهم في كل لحظة في حياتهم عشان أمه. بعد ما عزوا الناس في جودر وكل يبكي كل الدنيا تبكي وأمه فيها من الحزن والبكاء ما طالع في أحد. كان سالم وسليم جالسين يأكلون. قال سليم آه يا جودر راح. قال سالم بتشوفه قريب. قال كيف بتشوفه قريب؟ قال نعم بتشوفه. سليم يطالع في لقمته العشاء. قال انا روحت. قال اي والله. قال بنفس السم. قال بنفس السم. شنو الناس يقولون يعني خله يعني فايروس يعني هل ذبحت واحد بعز على الثاني؟ روح معي. طاح سليم مات سليم. فعاش سالم حياة بذخ بالفلوس الجواري والدنيا وامها ضعيفة ما غير تبكي في غرفة يقول اص ولا كلمة ولا اسمع حست ليني جيت موتت سنة ما بذبحت عشان ما تلحقينهم مغير تبكي. ففي وحدة من السهرات مع جواري وضحك جت جارية وقالت يقولون انك اليوم انك شربت تطرب صوتك فالغنى عظيم. قال هاتي كاس هاتي. قالت سم هو يشرب. قالت هذا موال. قال لا هذا السم عارفه. قالت احسنت شمس الدولة أبو طاهر يسلم عليك ويقول هذا قضى جودر. أوكي. قال وصل. طلعت وراحت وطاح سالم في مكانه وقعدت العجوز لحالها. فنت العجيز لحالها قعدت لحالها حزينة وبكت لين ماتت مالها وريث وانقطع ذكرهم. تلقون هذه في تراث الجن في الأدب الشعبي وتلقونها في ألف ليلة وليلة وتلقونها في التفاصيل رواية جودر الصياد. عذرونا على الإطالة وعذرونا على القصور. نشوفكم على خير في أمان الله. دقيقة إذا ولدك سهران معنا يتابع لحد الحين الساعة 3 سلمه ودي بكرة سلمه بيلقون شيء معك. مع السلامة. السلام عليكم مساكم الله بخير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان. قبل القصه في موضوع ودي افضفض فيه شويه يعني اذا سمحتوا لي. في نوع من المغردين الله يجزاه خير من حسنيه يعني ينزل تغريده مكتوب اربعه اتفق الجميع على حبهم وينزل صوره اربعه وانا من بينهم. انت نزلتنا في دين المسلمين رفعت يدك تركتنا
تركتني يتلاقطون الناس رايحين جايين اخوان شتائم تلقاها في ما يلمون يا اخي. زين انا داخل تويتر مضغوط جدا ولقيت اربعه انا لازم احبهم فانا مضطر اني افرق فالمنشن عندك. فغالبا الصور ذولي تكون في اثنين قويين مره يعني ما احب اقول لهم شيء فتصفي علي انا وبدريته نتقاسم الشتيمه بيننا ينشتم هو ينشتم نتقاسمها وفيها اللي يجي يكتب كلهم والله احبهم الا واحد فيدخل كبليس ويبدا يشق الصف الداخلي فتقول ان شاء الله ان الواحد بندريته فيبدا يلمح في المنشن وانت تحتريه يشتم ويخلص عشان ترتاح انت. وتلقى في المنشن مرات تغريده الواحد بدون صوره عرض كذا يجيك في الاخير اذا عرض تغريدات اكثر اذا ضغطت يطلع لك هو ما يطلع لك فوق على طول بدون صوره متابعين تسعه ما يغرد هو ما يغرد ترى مشارك في مسابقه نخبه العود كذا كاتب قبل سنتين عمرو بن العاص في الهاشتاج ما تدري وش مراد على شركة كهرب عنده مشكلة يطلعني شوي عن الثلاثة هذول اللي معي طلعني يقول عن ذلك ما أخذ بينا على جنب يشتمني شيء ما هي عيال يعني مي بشيء تتجاوزه يعني تقول الله يهديه لا شيء كل ما تكبر في العمر يكبر معك شيء كل ما تتطور هي الشتيمة دي معك يعني ما هو بشيء يتغيره لا شيء جيني وغالبا ترى عمره 53 4 متقعد رئيس رقابة شيء خبرة سنوات ما هي بشتيمة هي شتيمة شيء مدروس تروح بها عاد انت تطرح من شعارك شوي تشيبك شو تروح عاد. في يوم من الايام في الحجاز في طراف المدينة كان في رجال اسمه ادريس بن احمد. ادريس كانوا المسافرين اليوم انهم جو يجون يجلسون فضلالة ظهره يتقهون يزينون غداهم ويكملون وهو جالس رجال كبير ضخم قوي تعافي ولكن مؤدب إلى حد قلة الأدب مؤدب مرة محترم مرة عندهم ما ساكن في خيمة يروح يصيد الهواء ولا يدي أحد يصيد ويطبخ لأمه ويزين غداها وعشاها وجالس عنده واليوم أنه دخل خيمة ثم صارت الخيمة عمودين هو مغازك واليوم أنه طلع صارت عمود واحد الخيمة طاحت ويتصيد ويرجع عند أمه يعرفون هالناس ما يدي مؤدب محترم ما ولا يخلي على أحد ولا يداني الخطوة في حاله رجال ما عنده كثرة كلام ولا يحب الكلام الولد ولا هو باجتماعي يعني يختلط في الناس عندهم ما هذه تدعي له الله يرزقك والله يسر أمرك وقايم بها يطلع يصيد ويجيب الصيد ويطبخ له فطلع يوم من الأيام يصيد ورجع وشب ناره وجاي يقوم أمه عشان تاكل لا ما تحرك يقلب الفراش منه ويجيبها منه وما تحرك يجي يجلس برا عند خيمته يجون الناس دريس وش فيك دريس قال أنا أبكي قال ما عليش دريس ما في أي شيء يبكي فيك دريس قال أنا أبكي أنا حزين قال طيب ليه تبكي قال أمي داخل ماتت قالوا ناوي يعني أنت اللي قاتلها دريس قال لا قال طيب وراك متكتم على الموضوع وراك ما تعلمنا قال ما حبيت أشغلكم يعني وأنا يعني أحزنكم كدريس انت خلاك غلط هات يجي يدخلون الناس يشيلون ادريس معهم ادفنوا الناس ام ادريس وصلوا عليها وعزوه ورجع ادريس الكبير ذا الخيمته جالس الحالة اكتشف انها كانت هي الحياة تيجي سمعت عند شيء خلاص حياة اصبحت فارغة يعني ما هي اللي كانت تسولف عليها الصبح وتمزح معه وتضحك معه في الليل وهي اخوياه وهي ناسه وهي اهله هي حياتها الاجتماعية كلها هي اللي يقوم الصبح ويصيد لها ويتحمس علشانها واحد ما عاد عنده شيء ففقدوها الناس ما يدرون دريس ما عاد يطلع ما عاد يشوفونه فراحوا المكان خيمته ولقوها قد ربط خيمته وحطها على ظهره قالوا وين دريس قالوا والله ما ادري تصور قالوا ما تشكلت يا دريس انت وين شو ارفع لا تستحي يا دريس تكلم قال انت جمعنا على العز والطاعة وانت فرقنا فجوج الله وساعي اروح اضرب فجوج الله هذه وروح معنا هم يقفون قدام حصانه قالوا والله ما تروح وين تروح دريس انت صاحي ايش فيك قال بروح اباري الهبوب هذه انا مال ما شمال والله ما عندي والارض هذه تذكرني بذكريات انا والله ما عاد بيها واستاذنكم اني اروح قالوا والله ما تروح تبان اوظفك تعرف تقرا قال لا والله قالوا ما تعرف تكتب طيب قالوا ما اعرف والله ما قالوا طيب تعرف تحسب حساب قال يلا احسب حساب بكره ما اعرف والله ولا حاجه قالوا لحول
تدري سرقنا يا إدريس، حنا نرقد عقب العشاء، عقب العشاء ادخل سرقنا، سرقنا ما لقيت شيء في الصالة ولا لا تطب تف البيبان ويسرق يدري. قال لا والله محشومين لا والله. قالوا حلو، قلت لا بالله. قال واحد منهم مقعد يدريس، اقعد باليوم انك قعدت ان شاء الله بزوجكم من بناتي. الادريس يعرف بناته، دايم يشوفهم هو طالع يصيد يتحادف ورا المغرب ورا الضلع. وسط وسط مستورات يعني مهم. قال ادريس لا والله بالذات بناتك يعني عندهم مثل خواتي والله، ما الله يوفقهم في حياتهم ان شاء الله. قال وقعد ادريس اقعد بيزوجك. قال لا الحين انا وجب اني امشي، انا وجب لان اكثر كذا مصايب واجد. انا استاذن. قالوا يا ادريس تكفى، طيب اخذ فلوس، اخذ فلوس تعينك على السفر. قال لا واخذ فلوس وانا ما اشتغلت. لا والله حرام، لا والله ما تجيني. قال يا شيخ انا عم ليس الاخلاق، انا عم ليس اخلاقك عظيمه. طيب ما يعيش واحد باخلاقك والله العظيم والله. قال عاد الحمد لله. قال طيب استغل قوتك دي يا اخي، فيها اكيد تلقى تجار على الطريق، اضربهم يا اخي، اسرقهم انا حبهم. قال استغفر الله، يلا انا استاذنكم. قال والله يستر عليك. راح فروح ادريس رايح شمال يسرح مع الغطاليس ولا يمشي رايح رايح، وينزلون عليه قطعين طرق من الجبال ويشوفونه اللي هو واقف يطالع في رجال ضخم كبير على حصانه رابط خيمته على ظهره ووجهه طيب سمح يطالعون فيه. قالوا ناقص عليك شيء انت، تبي شيء؟ قال لا والله الله يسلمك. قال وين وينك رايح؟ قال رايح شمال. قال وين تبي؟ انتبه مقطعين الطرق قدام ما يخافون الله، الله يستر عليك. ناقص تكفى ناقص انا شيء عليك؟ قال لا والله. قال الله يحفظك. يروح ادريس ناس كلهم يتفكرون فيه ورايح الرجل ذا الكبير اللي ما يكلمنا ولا يحاربنا ولا يدي احد ولا اجودي بروح. راح ادريس لين دخل دمشق، دخل دمشق قبل الفجر، قبل الفجر ناس راقدوا الدنيا. فراح اللي هو عند جامع دمشق، جامع مهيب، يربط حصانه ويدخل يتوضا ويتسنن الفجر. يجلس يوم الذن هم يجون الناس يتوضون يجلسون يتكون عليه واللي يتكي على الساريه هناك جالسين. صلوا يوم فاضوا الناس من الصلاه وكلهم طلع. جلس ادريس وين يطلع وين يروح؟ ما يدري وين يروح. فجلس وبدا يطالع من الباقيين في المسجد من الموجودين، ما يدري هو يكلم احد ولا ما يكلمه، وخلاق ويستحي ومؤدب ولا ما يدري يا اخي وش. فجلس ادريس طالع فيهم. فقام ادريس وجلس في زاويه المسجد طالع في الباقيين وساكت. فقام منهم واحد انيق هندام وهو رجال كبير سن، بالسن وسيم على كبر جاي مهيب. فقام يمشي يمشي لين جلس بجنب ادريس. فقال صبحك الله بالخير. قال ادريس هلا ومرحبا صبحك الله. فمد يده يسلم، فمد يده ادريس سلم على ضاعت يده في يد ادريس، ويد ادريس حرشه حرشه متذاك يده ناعمه حقته رفاهيه حياه. طالع فيها الرجل قال انت تمشي على يدينك غالبا ولا كيف يدك كذا؟ قال والله اني من الصيد وانا تراني جاي من سفر وانا اعتذر والله. قال لا ما شاء الله الحمد لله ايش داوي، لا بالعكس يد رجال هذه اكيد انها يد شغل ويد عمل. وين تشتغل انت؟ قال ادريس والله ماش شغل والله. فقال الرجال كيف ما عندك شغل؟ انت من وين انت؟ قال والله طول عمر انا جاي من الحجاز ترزق الله هنا وقلت لعلي القى شغل والله. قال الرجال ما يخالف، وش مؤهلاتك وش عارف؟ تعرفت قرأت أكتب؟ قال إدريس لا. قال طيب تعرفت أحسب؟ قال لا هذا سؤالك حسبت حسابه بس إني ما أعرف أحسب. قال حلو، ولا تعرف دي ولا عندك أي صنعة؟ قال ولا عندي أي صنعة. فطالع فيها الرجال اللي هو كبير إيه وش. قال تعرف تقاتل؟ قال أنا أبو القتال كله أنا، بس والله مالي ترى يعني أنا ما بدي الشر. قال لا ما نبيك تبدي الشر، لا تعرف تحميني. قال ما فهمت سؤالك. قال أنا، فقال أنا أخوك تاجر يسموني هنا الناس البلنسي، أجي من الأندلس واشتري بضاعة من دمشق أعبي قوافلي وارجع أبيعها في الأندلس، هذه تجارتي أترزق الله. فالطريق فيه خطورة وروحتي وجيتي الناس يطمعون في البضاعة اللي معي، أحتاج حامي حارس شخصي معي. تقدر تسويها؟ سيفك معك؟
قال لي سنة سيفي معي. أنا أصدع عظم الرجال بيدي، يعني لو أبي القشر ولكن أنا والله أنا عظم الرجال اللي أخذ بيدي أنا. بس هذا بشر تبيني حامي معك، حامي حارس يلا تم. قال البلنسي اتفقنا. قال إدريسي مناك. قال البلنسي لا، قال إن الواحد يسلم عليك مرتين في يدك ذي ضرني يعني، خلها عندي أبو تحياتي لك. فقال إدريس خلاص اعتمد، قال وظيفتك الحين. مشينا. فطلع البلنسي من المسجد وطلع وراه إدريس. بلنسي أنيق مرتب وهذا وراه جثة رجال كبير ملابس مقطعة وسيفة معه. فأخذ البلنسي وقال فصلوا للبس. قال إدريس لا والله بس على حسابي أنا. فقال يا ترى ايش عندك؟ ما عندك، فصلوا له فصلوا. يطمرون العمال علمتونه ويقيسونه وهذا عند الرجوله وهذا الدنيا، صلحوا للبس أنيق ويشتري له سيف جديد. قال يلا أنت معي. فصار البلنسي يمشي يتمشى في السوق وإدريس يحاوطه من يمين ويسار لحد يقربه. والتفت إدريس على واحد وضربه وطاح ذا وغسل. قال ايش ليه تضرب؟ قال نغز كلوتي، انا اللي انغز كلوتي اضربه ما اقدر. قال لحد انغز كلوتي إدريس، إدريس لا تضرب احد. وذاك طايح والناس يشوفون المهيب ذا يمشي مع بلنسي. يشيل البلنسي اغراضه، يشتري بضاعه وتحف وهدايا، يملى قافلته وإدريس معه تلفت. فتجهز البلنسي وجهز قافلته، والبلنسي كان معه غلمانه، غلمان يساعدون يضبطون القافله ويجهزونها. فتجهزونهم بيطلعون خلاص، يطلعون من الشام يروحون للاندلس. فجوا الغلمان يسلمون عليهم ربعهم وكل اللي سلمه ثاني. إدريس واقف فلتفت على البلنسي، قلت انت ما كونت علاقات هنا؟ قال لا. قل ما في احد يحبك؟ ما تحب احد؟ ما احد يفقدك؟ قال لا ما في. قال احد ضمك؟ ما حد سوى لك شيء؟ ما حد قال توصل بالسلامه؟ قال لا ما في. قال انت مقطوع، انت شجره شخصيه، انت كيف تكون مقطوع؟ طيب جاهز خلاص تطلع خلاص كذا تروح عند السكري خلاص مشينا. قال مشينا إدريس، مشينا الله مش يلا. قال إدريس انا امشي قدام علشان اذا صار شيء ولا شيء ولا مت تنحاشون انتم، خلوني انا. قالوا الله يستر. فمشى روحوا. كانت القافله رايحه وطلعوا لين وصلوا مصر ونزلوا من مصر على القيروان ورح. وكان معهم قوافل تجار ثانيه وغلمان ثانيين متخاوين كلهم، كل ما مروا قافله قالوا انتم رايحين اندلس يلا خلونا نتخاوى. فصارت القوافل واجد وكل قافله معها غلمانها ومعها اهلها ودنيا رايحين كلهم لاندلس. يوم وصلوا على الساحل اللي بيقطعون منه يدخلوا على الاندلس، قالوا لهم ترى السفينه قد راحت، تاخرتوا انتم، بس انها يبي لها اسبوع يعني تروحوا تنزلوا يبي لها اسبوع، انتم اقيموا هنا اقيموا اسبوع ان شاء الله يعني وتجي السفينه. قالوا التجار حنا قاطعين شهور يعني ما فرقت، ريحوا ريحوا ونصبوا خيامهم وكل نصب خيمت. إدريس ضبط خيمه البلنسي وزينها وجهزها من داخل. قال تفضل ادخل داخل. فدخل البلنسي ووقف إدريس عند الباب. قال البلنسي يا إدريس بيض الله وجهك والله ما قصرت الفتره اللي راحت كلها، ريح ريح. فقال إدريس لا انا اللي براقب، خليني اراقب الشاطئ الليله. قال البلنسي طيب انا والله مغربك تريح شوي وتفك وتجلس تسولف معي يا اخي، والله لا تسولف ولا تضحك ولا اعرف انت اي انت من يا اخي، ايش سالفتك؟ قال انا إدريس. ايش فيك؟ قال انا خلاص انت إدريس يلا يا إدريس روح شوف الشاطئ. فبدا إدريس يراقب الشاطئ وهو في شيء مريب، شيء مهم مرتاح له. يوم انه اخذ الهدوء على البحر، شيء مكان هادي، لمح سراج، لمح نور البحر وطفى. المهم موعد السفينه اللي جايه، وهذه السفينه وجايتنا ومن ذي؟ ولهم تك تروح للغلمان. قال انتم شفتوا النور؟ شفتوا النور؟ قال والله ما شفنا شيء، بدنا نرتفع فتشوف اكثر يعني ما شفنا والله. قال لا ترقدون الليله، انا حاسس بشيء. فتسند إدريس على صخور في طرف الشاطئ وجلس يراقب. ليل غدرة اليوم بدا يسمع صوت يجيبه الهواء حق البحر، صوت تمتمه ويغيب. هو يسحب سيفه ما يشوف شيء، بس فيه ناس جايين. راح إدريس يباري للصوت اللي يسمعه ما يدري من وين يعني، ويمشي على الشاطئ، رجل في الموج رجل في البر رجل في الموج، رايح رايح رايح.
سامع شيء بس ما وين ما يدري، ولكن والله ما ينزل على الشاطئ اللي معه. وتري إدريس من الليل كل ماله يروح وراه وما يدري انه راح بعيد عن خيمة البلنسي وخيام التجار، راح بعيد مو بحولهم، ما تسمع شيء. وتري السفينة جت ونزلت عند خيمة التجار ونزلوا الحنشل القراصنة اللي عارفين ان هذا الوقت وقت التجار وانهم صيدة، نسرف فيهم ونذبحهم وناخذ كل شيء ونركب سفينتنا الحاش روح يدورونا في أرض البحر. فنزلوا الحنشل من السفينة حوانش ما عندهم شيء يخسرونه، نازلين يا قاتل يا مقتول، يعني أنا ما أخذت بضاعتك ذي، أنا موات بعدين والله لقتلك. فنزل كبير الحنشل والغلمون اسحبوا سيوفهم عند كل واحد وخيمة التاجر اللي هو معه. قال كبير الحنشل نتكلم منطقية، تسمعوني؟ خلها منطقية، خلنا نسالف منطقية قبل لا نسحب سيوفنا وانت قاتل. انتم تموتون ليه؟ تموت لأجل ايش؟ مستاجرك بيعطيك أجرة، انا بقتله وبعطيك نصف ضاعته، كل واحد منكم بعطيه ضاعة وباخذ انا النصف ونركب سفينتنا. ليه ينتثر دمك على الارض عشان واحد له بأبوك ولا عمك ولا خالك ولا يعرق فيك مستاجرك؟ ليه تموتون عليه؟ ليه؟ فبدأوا الغلمان يطلعون في بعض، دخل في نفوسهم شيء، قاموا يفكرون لحنا ليه نموت صدق؟ فبدأوا يقلبون هالغلمان في روسهم. قال واحد منهم هم صحيح انهم حوانشية وحنشل، لكن والله صادقين نموت ونضحي بنفسنا على كم دينار بيعطوناه اذا وصلنا لندرس، ورا ما ناخذ من البضاعه والتحف والنوادر ذي اللي معهم نروح، ما يلحقنا شيء، قتلوهم الحنشل، قتلت المقراصنة. فبدأ الغلمان يطلعون في بعض، يطلعون في تجار، والتجار يطلعون في الغلمان. قالوا التجار نزيدكم إذا وصلنا الأندلس. قال ما كذاب، كذابين يمكن ما تزيدوا، بس دوري حوانش وحنا بناخذ بيديننا الحين وبننحاش. فقالوا التجار معكم وجهة نظر والله، يعني فمسكوهم الغلمان، عودوا على التجار معهم، مسكوهم وربطوهم كلهم وقالوا للقراصنة يدكم معنا خلونا نشيل. فدخلوا الغلمان خيمة بلنسي، فطالع فيهم بلنسي قال بالله واحد يروح ينغز كلوة إدريس بالله. قال إدريس ما ندري وينه، هم يمسكون بلنسي يربطونه يطرحون على وجهه ويبدون يسرقون، واحد ياخذ من الغلمان صندوق وهو يطلع من حاش من خيمة بلنسي إلا الليل يوم نسود بزيادة قدامه. هو يرفع راسه قال انت من؟ انت إدريس؟ قال إدريس وش اللي في يدك ذا؟ قال انت فاتتك فكره بنتي هو جابها ولا القراصنه، يقول احنا ليه نقاتل عشان دينار دينارين ولا بيض، خلنا نسرقهم الحق 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 قبل لا ياخذون عيال انا سارقين. قال إدريس صندوق ذا من خيمه البلنسي؟ قال لي. قال وش في البلنسي وش سويتوا؟ قال مربط وبيقتلونا الحين بالله الحق إدريس تكفى خذ قسمك. قال إدريس طيب انا بعطيك قسمك انت الحين. هو يدخل إدريس السيف في بطنه كله، هو يشيل الصندوق وهو يرجع يدخل خيمة بلنسي. الاثنين من غلمان بلنسي يفقدون أغراض، يشيلون يجمعون في ثيابهم ويلفون، وهو يلتفتون قال إدريس بالله شل ذي ثقيلة، يلا بسرعة ترى قراصنة بيجون بيدخلون الحين. وإدريس يدخل ويسك الخيمة والبلنسي طالع فيه. قال إدريس قال وين تبون نشيل؟ قالوا ذي إدريس. قال طيب يدكم معي تعالوا. إدريس يطلع سكينة يقربهم ويحط السكين في كلوة الأول، دخل السكين كذا خلها هنا في كلوة كلها نرجع لك. هو يمسك الثاني قال أنت ما عاد والله السيف قطع أنت بوزك، أنت مضطر أن يقتلك بيدي. هو يمسكه هو يفكك أشياء في جسمه، يفككها ويحطها ويرجع ذاك لها قد مات لأن السكين في كلوته. قال للبلنسي لا تحرك، بس خل عند القراصنة إنك أنت مت. ويقوم إدريس يوقف عند الباب. قال بلنسي وش خطتك؟ قال لي ادخل نذبح. قال بلنسي ما تعبت عليها صح ذي توها طرت عليك لي. فجأة الغلمان برا وقراص يسرقون، ودخل واحد من الغلمان قال إدريس بالله لو تيجي تشيل معنا. وهو يلتفت ويطالع الا الغلمان ميتين وإدريس واقف يطالع فيه. قال ولا تدري احنا بنشيل حالنا. هو يمسك إدريس ويفك رقبته ويحطه بجنبه. قال بلنسي إدريس كيف تقدر تسويها بالسرعة ذي؟ قال الوعول من اول كانت تحتاج.
ما لك في يدي وياكف ادريس. وكل ما دخل احد من الغلمان مسكه ادريس، فكر قبته وحطه مع اخويا جلس. احس ادريس بهدوء برا، خلاص كل من راح. فك حبل البلنسي، فتح الخيمه وطلع على ثلاثه من الغلمان ما راحوا وكانوا يحملون، وطالع فيهم ادريس. طالع فيه قال ادريس تدخلون تشيلون معي شيء داخل لاني عجزت، خلنا نتقاسم بينه. قال وابدا يلا دخلنا. قال خلنا هم يدخل خيمة ويصك الخيمة. قال بلنسي عاد راح تريك برا. قال ادريس طيب يلا. خذ شوي وطلع على ادريس. قال يلا من يشوف التجار سالمين ولا يطلع يلقى ناس من التجار مربطين حيين، وناس قد انقتلوا، والجثث في الارض، والخيمة حقت بلنسي مليانة كلها غلمان ميتين. انحاشوا القراصنة بالبضاعة اللي سرقوها، وسلمت بضاعة البلنسي كلها لأن السفاح دا داخل في الخيمة ورا الباب احتريهم. سلمت فأخذ البلنسي بضاعته. التجار اللي مات مات، واللي انسرق من بضاعته، وجت السفينة واخذتهم وودتهم للاندلس، وراحوا البلنسية. فدخل البلنسي ديرته ودريس معه يطالعون في شكل دريس. قال البلنسي اجمعوا لي اشراف بلنسية. فاجتمعوا الاشراف. قال انا وش جميلي عليكم في الحياة؟ قالوا مجملنا ومعطينا ومغنينا بعد الله انت. قال هذا اللي افتكني من الموت. يشر بدريس اللي يشوفونه هرش. قالوا هذا هو، هذا ما في مفاجأة، هذا يفتك، هذا يفتكنا كلنا احنا بعد الله. بس وش السالفة؟ قال انا اعلمكم السالفة. ويطقطق لهم السالفة كلها. قال ها وش تكافئونه؟ انا بكافئه، انتم وش تكافئونه؟ قالوا ادريس. قال لبيه. قال شوف القصر ذاك. هو يلتفت قال لا اله الا الله. قالوا هذا قصر احتفالات البلنسية، قصر اذا جانا احد من الملوك من ملوك الطوائف الذين يحطه فيه. هذا قصر كانت ادريس. قال ادريس انا مش انا كيف ادير، انتم وش تقولون؟ قالوا لا تديره، الخدم اللي فيه خدمك، المؤونة اللي فيه كل سنة تمشي لك، عطاك كل سنة منا. قال أنا أنتم تقولون صادقين، يا رب أنا جايكم من الحجاز، أنا جايكم لبسي لي علي راث تاكلها الأرض هو على ظهري. قالوا روح القصرك إدريس، روح روح أنت ما جاك شيء من الدنيا للحين. وإدريس يدخل القصر وهم معه يمين ويسار. رجل يبي يأخذ نسمه ما يقدر يرد نسمه لصدر. قالوا إدريس تدري شنو ناقص القصر ده؟ قال إني أطلع لأني أنا حس أنا الغلط في المكان ده. قالوا لا ناقص فتاة جميلة جدا تصير زوجتك، هذه هي إدريس، هذه زوجتك، إيش رأيك؟ قبلت أنت إن شاء الله؟ هي موافقة. طالع إدريس إلا شيء آخر خبرة. قال يا أنا اللي أعرفهم يتحدفون المغرب هناك، أنا اللي هذا اللي قالوا إدريس خليك يتحدفون، هذه زوجتك إدريس. هو يطالع. قال أنا إيديني أنت ألمسها بيدي، أنتم صاحين والله تنزف لين تموت، انت شف يدي انا. قال ادريس تريني يا ادريس انت وش جاك انت؟ توك ادريس توك. وتزوج ادريس بن احمد المزيونه دي، وصار كل يوم عند البلنسي، حياه رغده سعيده جدا ما فيها صرف ولا تعب. بلنسي كبير، مع مرور السنوات توفى البلنسي، وقبل لا يتوفى حط كل ماله واملاكه وهو من تجار أكبر تجار بلنسية لإدريس. بلنسي ما عنده حد، ورثه إبليس. إبليس من؟ صار الله يعني شرحه، ورثه إدريس. فأنتم صعبين الثراء اللي وصل لإدريس. وجاء لإدريس ولد سماه إسحاق، من أمهر رماة بلنسية، يفوز في مسابقات الرماية في بلنسية، صيد إنسان معروف اسمه في بلنسية، الولد كلن يأمل فيه. توزانت الحياة لإدريس، حياة شافها كلها في إسحاق ولده. يوم خط شنب إسحاق ويجي أبوه إدريس، قال بزوجك بنت الشيخ عبد الكريم، شيخ بلنسية وشيخ وخطيب بلنسية كلها، وش رأيك من أبوك؟ قال والله اللي تشوفه. قال أبوك أنت ما لحقت على حد، فلان لحقت عليه، تزوجها وبحبح والحياة زين، خلني أشوف عيالك. قال ابشر تم. فخطب له بنت الشيخ عبد الكريم، شيخ جامع بلنسية كلها، فوافق الشيخ عبد الكريم. ف يوم من الايام كان رايح
إسحاق يسلم على عمه، تراه توه ما دخل على حرمته، يسلم على عمه وسمر عنده ومعود راجع لبيته، بيت إدريس القصر المعروف في بلنسية. هو في طريق الرجعة جفل حصانه معه، فجود إسحاق حصانه، ما يدري الحصان جفل من إيش. هو يقرب إلا الرجال طايح على الأرض والحمار بجنبه، إثر الحصان جفل من الحمار والحمار حذف الرجال اللي عليه وطاح الرجال. فقال إسحاق: يا الغالي فيك شيء؟ سلامات. وهو يقوم الرجال ينفض ملابسه ويطالع في إسحاق، قال: الله يجعلها للعمى. قال إسحاق: استغفر الله استغفر الله، أنت رجال كبير ولا تخطي علي، وأنا والله ما شفتك وأنا أعتذر، أنت تجي تبيني أرضيك أجي أسلم على رأسك؟ قال: الله يلعن رأسك استغفر الله. قال: يا أخوي يا تافه يا نكرة يا أنت ما تشوف الناس، أنت الناس معاد ترامشي. قال: يا أخوي ذكر الله والله ما شفتك، بدين إيش فيك أنت وراك تشتم، وراك أنت إيش جايك؟ قال: إيش جاي؟ أنا ودي بعد أني يمسك ثماطة في بطنك أطرحك ثماطة. قال إسحاق: ذكر الله يا عيب. فطلع إسحاق صرة ذهب معه، قال: يا أخي هذا ذهب وأنا أعتذر منك وخلصنا كل واحد يروح والله خلاص. قال: تعطيني ذهب؟ تحسب أنك تقدر تشترينا يا رخيص؟ الناس مثلك تحسب أنهم حنا تدري أننا نبصق على الذهب اللي يجي من وراء مسلم؟ شيك أنت أخي. قال إسحاق: شوف أنت بن سبيل وما أنت من هالديرة، وأنا احترمتك بما فيها الكفاية. قال الرجال: لا أبوك لا أبو أهل كلهم. قال: سيرت الأهل وصل سيرت له، أنا مضطر أني أنزل وربك. فيوم نزل إسحاق سحب الرجال سهم وحطه في القوس وفك في صدر إسحاق، إسحاق ما استوى على الأرض زين، فطاح إسحاق على وجهه فصح صح 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 الرجال اللي قتله، إني قتلت مسلم وأنا في بلاد المسلمين وأنا ماني بمسلم، مالي لزوم. فوقف الرجال يطالع في إسحاق، إسحاق ينزف، هو ما يدري إسحاق من ولا ولد من ولا يدري مسلم تكلم علي وقتلته كذا، هو في قناعته. قال غلام إسحاق وقف وطالع في الرجال وطالع في إسحاق ونحاش، غلام صغير نحاش. فراح الرجال ذا اللي هو نصراني أساسا، راح البيت عمه نصراني في من هالبلنسية معاهد، فدخل عليه وقال: أنا سويت جرية، أنا سويت جرية هالليلة. قال: أنت سويت؟ قال: أنا قتلت مسلم، وبين إنه ولد جاه ولد عز أنا مدري من هو، أنا قتلته. قال: الله يسلط عليك في كل كتاب، أنت وش جنيت علينا فيه؟ قال: تكفى مو بوقتها، أنا وين أروح؟ قال: شوف القصر ذاك القصر، قال إزبنه، هذا قصر إدريس إزبنه، ما جاك في وجهه، ما يجيك شيء، بس خليك صادق معه وعلمه وبيحطك في وجهه وبيفتكك وبيدفع الدية وبيسوي إزبن إدريس. قال: طيب. زبن النصراني قصر إدريس بن أحمد لأنه أكبر قصر وأكبر جاه في بلنسية في وقتها، فدخل. يوم اللي دخل الإدريس بن أحمد جالس هو الغلمان ما يدرون عن أي شيء صار، الغلام اللي شاف المشهد ما جاهم، النصراني دخل ذا يرجف. قال: تكفى أنا في وجهك، تكفى أنا في وجهك. قال: أنت من؟ قال: أنا ماري من هالدير، أنا نصراني وقتلت مسلم. قال إدريس: لا حول ولا قوة. وين قتلته؟ قال: قتلته على التل فوق، أخطأ علي وسبني وسب ديني وحبقت وقتلته، وأنا والله أني متحسف ونادم. قال إدريس: دخلوه غرفة، دخلوه لو دروه على اللي أنت قاتله، إنك قاتله وأنت نصراني والله ما يخلونك، لا أنت قومك. دخلوه لين يشوف حل الكارثة دي. هم يدخلونهم يسكون الباب، وهو قال: حطوا الأكل وطمنوه عطوه ماء. فارس الإدريس جزء من غلمانه قال: روح شوف القتل من الرجال الميت هناك، شوف هو اللي لقيت وأهله لا يدرون أنا نصراني عندي، أنا اللي بلعب وبيجي لهم بوضح إن شاء الله أن الله ييسرها، بس شوفوا المقتول من هو. فراحوا اثنين من الغلمان للموقع اللي وصف النصراني أنه قتل على التل. فكان النصراني جالس في الغرفة وهو متوتر وعرقان، وعنده الغلام يسقيه ويمسح ويعطيه أكل، وقال: يا أخي لا تخاف يا أخوي، روق أنت، تذكر الله، قال أخوان النصراني أنت. قال: يا أخوي يعني عادي، يعني أنت دخلت في وجه إدريس والله ليفديك لو بولده إسحاق، إيش فيك أنت؟ روق. بعدين تلقى إسحاق ما قابلته أنت التل، ما لقيت معه، تلقى إسحاق هداهم، ولو درى أنك دخلت عندنا بيجون هالغلمان يعلمونه وبتهدى الأمور.
قال نصراني حصان اسحاق شلونه؟ قال اصفر. قال رحب رحب. اسحاق كم عمره تكفى؟ قال يعني 17 18 17 ما ادري يعني بيلمس 19 بيلمس. قال نصراني مو بلامس 19. قال غلام مش فيك؟ قال نصراني ما خلني انا شايبكم ذا ادريس ضربته كيف قويه بالسيف. قال ما يحتاج سيف يفصد بدينه. قال حلو بس يعني سريع ما يحس الواحد بشيء. قال لا ما يحس. قال الغلام اعطيك اكل شيء. قال اسراف بالنعمه بس ما راح يروح على اكل البيت. قال لا الغلمان يوم جو من بعيد صياحهم وونتهم ودنياهم. يطلع ادريس على صوتهم خطوه يمشيها وخطوه تخونه ويطيح. هم يشيلون اسحاق لين حطوه قدامه الا الوجه على يزرق الشاحب. الوجه اللي كان كله حياه كله منور. هو كان يشوف الحياه في الوجه ذا. الا السهم فيه ميت. فكانوا الغلمان ساحبين السيوفهم متفلتون بل لا حد يدخل ولا حد يقول للناس اللي بيجون الحين ذولي كلهم شيء. لا حد يفتح فمه. فتجمعوا الناس وفيه من الناس اللي سحب سيفه وراح في الشوارع في بلنسية يدور اللي قتل اسحاق. ما يدري ان اللي قتل اسحاق في البيت جالس. والغلمان ساكتين مغبونين وابوه ساكت ما تكلم. طلع ادريس الناس المتجمعة اللي عند باب القصر كلهم وطلعهم وسك الباب. والبنات يبكون والجواري في القصر يبكون كلهم دخلهم. وقال نادوا النصراني. فجابوا النصراني لين وقفوه قدام اسحاق. والنصراني ما فيه من الدم شيء ناشف. قال ادريس هذا اللي انت قتلته هذا؟ فطالع فقال اي والله هذا. ولكن والله انه اخطا علي وتكلم علي. قال ادريس. قال نصراني تقتلني؟ قال ارجع لغرفتك ارجع ورقد باقي ليلك ريح. قال نصراني تكفى علمني انا بس والله اني دافع عن نفسي. قال ادريس ارجع غرفتك ارجع. فامر ادريس باسحاق انه يشال. وقال الواحد من الغلمان جهز لي فرس وحط في خرجها اكل وصرتين ذهب بسرعه. قال سم. دخل ادريس على النصراني واخذه بيده ووقفه عند الفرس وقال علمني الصدق. قال الصدق اني انا تكلمت عليه واخطيت عليه وحاول اني اعتذر مني وصريت وعصبت وقتلته. دمعت عيون ادريس. قال ادريس انا حاربت واجد ودخلت في معارك واجد ولا عمري في حياتي خشيت الموت. ولكن اكبر شيء خشيته اني يموت وانا حي وانت قتلتني وانا حي. انا ميت انا جثة قدامك الحين خلاص اركب فرسك. فركب النصراني الفرس والتفت على ادريس. قال انا اسف. قال ادريس انحش لاني انا ما عاد اضمن عليك اهل بلنسية لانك قتلت شخص تحبه بلنسية كلها وقتلتني انا. رح في خراجها ذهب وماء فواكه بتوصلك. انحش النصراني. راح ادريس وصك عليه غرفته وقعد ادريس ما عاد يطلع للناس لين مات ادريس من الحسن. ادريس اللي مات في حياته اكثر من مره كانت هذه خلاص نهايته الفعليه. انتهت قصه ادريس بن احمد شخص اللي عاش حياه غريبه كل ما زانت تعوكست من جديد. مصادر سولفنا اخوان من كتاب الرساله ومن كتاب وحي اسماعيل. عذرون على الاطاله عذرون على القصور. نشوفكم على خير في امان الله.